بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بشر جميعين. أيها الأحبة، مرحبا بكم في اليوم الرابع من دورتنا، دورة بناء مؤشرات الأداء المقامة حاليا في مدارس الرؤية في الكويت، حياكم الله ويا مرحبا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنستثمر ما كنا قلناه في اليوم الأول، ما كنا قلناه في اليوم الثاني، ما قلناه في اليوم الثالث، سنستثمره اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى معنا في مجموعة من التطبيقات ومجموعة من التمارين. أول شيء سنتعرف عليه اليوم 12 سؤال تسمى أسئلة المعرفة، تستخدم لجمع المعلومات عن المشروع. إذن أول موضوع عندي اليوم سأتكلم فيه أسئلة المعرفة، 12 سؤال يستخدمها المخطط لعملية جمع المعلومات في بداية الخطة لتكوين مشروع بشكل جيد، ورح نسوي عليها تمرين بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سنتعرف على هيكل تجزئة العمل، تعتبر أحدث أداة في مجال إدارة المشاريع، أحدث أداة في مجال إدارة عمليات التخطيط، هي أداة انضافت عام 2007، سنتكلم عنها ورح نسوي أيضا عليها تطبيق بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم من هيكل تجزئة العمل، من أسئلة المعرفة، سنشتق ما هي المراحل الخاصة بمشروعنا، ورح نبدأ نتكلم عن أنه أهداف تسمى الأهداف مرحلية، وسنتعرف على سمارت، وسنتعرف أيضا على كل مرحلة من المراحل كيف ممكن يتم عملية تصميم هدف. رح نعرف كيف نستطيع أن نكتب هدف بطريقة سمارت، وما المقصود بكلمة تارجت، وما المقصود بكلمة سمارت. ثم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى راح نتعرف على خريطة تدفق، ما المقصود بخريطة تدفق أو فلوشارت، وكيف نستطيع أن نعرف هذه اللغة أو هذه الطريقة لتكوين عمليات الإجراءات، كيف نستطيع أن نقوم بها بتمرين عشان نقوم بعملية كتابة إجراءات العمل، وراح نسوي أيضا تمرين على كتابة إجراءات العمل. ثم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سنتعرف على كيف نستطيع أن نكتب هدف يسمى الهدف التشغيلي، ورح نتعرف على 7 محاور لكتابة الهدف التشغيلي، والمفترض بختام اليوم أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى آخر مرحلة عندنا، وهي عبارة عن كتابة المؤشر، ورح نكتب المؤشر اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنستخدم نموذج المؤشر، ونحمد الله أنه ولد معنا المؤشر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا اليوم أنهينا الوصول للمؤشر. سيبقى عندنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى كيف نستطيع أن نقوم بعملية القياس فعلا للمؤشر، ونبني ما نسميه الداشبورد. فعندنا بكرة صباحا كيف ندشن الداشبورد في المؤسسة أو المنظمة، كيف نحط الداشبورد، كيف نسوي فيه أكثر من مؤشر وليس مؤشر واحد. ثم بعد ذلك هذا المؤشر لو انخفض كيف نستطيع أن نقوم بعملية تحسينه، ولو أردنا أن نرفع المؤشر كيف نستطيع أن نرفعه، ما هي الطرق والأساليب لربط المؤشر أيضا بالزمن. سنتعرف بكرة بإذن الله على جانت شارت، وسنتعرف بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى على النموذج العلمي لحل المشكلات، وسنتعرف أيضا على بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى على نموذج فوكس في عملية التركيز واكتشاف المشكلات، وإذا سنتعرف على عظمة السمكة. غدا عندنا بإذن الله يوم مليء بالتمارين. اليوم المفترض أنه ما فيش عندنا كثير من الشروحات بقدر ما عندنا كثير من التمارين لعملية التكوين. أول شيء مفروض تباركوا لي اليوم، الحمد لله اليوم تجرأت وقلت لا، لما قلت لا حصلت على الأفضل. فأنا أدربكم دائما قولوا لا حتى تحصلوا على الأفضل. يعني من 3 أيام الماضية كلها أعاني عشان أبغى الميكروفون ذا، كل يوم يقولوا لي مستحيل ينتقل. اليوم قلت ما راح أدرب لتجيب لي الميكروفون ذا، 3 دقائق ركب زي قول لا تحصل على الأفضل. تذكروا دائما لا ترضى بشيء أقل من الجودة لتحصل على الجودة الأعلى. سبحان الله بعض الموظفين أحيانا يكون عنده فكرة إنه الشيء مستحيل، بس لما تضغط عليه يطلع أفضل ما عنده. جيد، هذا الشيء تعلمته كثيرا في علم الإدارة، دائما توجد حلول عندما تضغط على الموظف يطلع حلول. إذا تركت الموظف في نفس الرتم عنده سيبقى في نفس من الإجراءات. أثني وأثني حقيقة على الإخوة والأخوات الشغالين معنا في موضوع الإعدادات للبرنامج دريبي، جزاهم الله كل خير، هم يحاولون يبتكرون حلول، يحاولون بأي وسيلة يسهلوا لي الأمر، فهم حقيقة جزاهم الله كل خير، بذلوا جهود جدا كبيرة، فشكرا لهم. الصوت مهم جدا، لذلك خلونا نبدأ الآن نتكلم عن كيف نستطيع نستثمر ما أخذناه يوم أمس. أول شيء عندي السؤال الأول، سأسألكم سؤال ماذا تعلمنا؟ أكيد أكيد لما نرجع البيت وإحنا جايين أيضا العمل، وأكيد لما نقابل زملائنا بعد كل يوم نتسأل سؤال إيش اللي استفدناه اليوم؟ فخلنا نسأل أنفسنا سؤال، ما الذي استفدناه حتى الآن؟ إيش تقول والله أنا الشيء الإضافة اللي انضافت لك حتى الآن؟ خلنا نسمع منكم، تفضل رسالة. صوت جيد، واحد يعني تخصص صوت، فإحنا نبغى نصفق اللي انضم جديد لأنه هو اللي جاب الحل الجديد. جيد، شكرا. Thank you for this. إيه تفضلوا. أسمع منكم أيضا ماذا تعلمنا، تفضلي. القدرات لدى الموظف الذي يعمل معه، وعدم الوقوف على اكتشاف القدرة فقط بل تطويرها
وإعطاء الحق الأحقية والفرصة في التقدم والتطور. أيضا عجبني أيضا أن هناك أشياء تحتاج إلى الحزم كي يعني يستمر العمل أو يستمر. ممتاز، رائع. لازم نتعود إن إحنا سيحصل احتكاكات أثناء العمل. هذه الاحتكاكات من أجل العمل، نحب كل موظفينا، لكن في موظفين إذا لم تكن حازم ما راح تمشي الأمور. إذا نحتاج أحيانا نوع من الحزم حتى تمشي الأمور. شكرا لكم. أيضا ماذا استفدنا؟ نسمع منكم الشباب، ما فيش مداخلة عندنا. التوقف الفنية في كيف نصمم الأهداف، لأن كان في عندنا معضلات كثيرة، وكان الواحد يحاول يضع أهداف الخطة التشغيلية كان بيجد صعوبة في هذا الأمر، ولكن مع المعايير الفنية والضوابط الفنية اللي توقعتها الحمد لله حاسس إن احنا يعني تقدمنا خطوة للأمام. شكرا لك، كل الشكر. ما شاء الله تبارك، ما شاء الله. شكرا، شكرا لك. طيب جاهزين نبدا اليوم؟ جاهزين نبدا اليوم؟ اليوم عندنا اول شيء سنبدا به، عندنا اسئله اسمها اسئله المخطط، 12 سؤال اسمها مفاتيح المعرفه. اول ما تبدا تريد ان تضع خطه لمشروع ما، هناك 12 سؤال سوف تبرز. كانت في الاساس زمان كان اسمها اسئله المخطط السته. مع التدريب مع التطوير وصلنا ان صار عندنا 12 سؤال. لابد ان كل واحد من هذه ال 12 سؤال تفكر فيها، لابد انك انت تبحث عن كل واحد منها. هذه ال 12 سؤال انا تعودت على الشيء التالي، كل مشروع عندما اخطط للمشروع في البدايه لا تكونش المعلومات عندي كافيه، تكون معلومات عندي نوعا ما غير واضحه، في نهايه المشروع تكون معلومات واضحه. بس ممكن المشروع يكون فشل، يعني ممكن المشروع في نهايته يكون فشل، ممكن في نهايته يكون نجح، صح؟ لكن صدقني في نهاية المشروع أنت المعلومات عندك بتكون مالها أوضح. طيب معنى ذلك أنه أي مشروع راح نسويه هو عبارة عن دروس مستفادة. أي مشروع راح نعمله في حياتنا دروس مستفادة، أنت جربت تجربة حصلت على درس، قد يكون الدرس خاطئ، قد يكون الدرس صحيح، قد تكون نتائج إيجابية، قد تكون نتائج سلبية، بس أنت المفروض أنك تعلمت. هذا التعلم اللي سيحصل معك في نهاية المشروع أو هذا التألم اللي ممكن يحصل معك في نهاية المشروع تستطيع أن تتفاداه. كيف تتفاداه؟ لو كان عندك من البداية أسئلة أنت تسأل عنها. في نقطة مهمة جدا، أهم ما عندنا في إدارة المشاريع وفي عملية التخطيط، كلمة يجب أن تنتبهوا لها دائما نذكرها وتذكر أيضا في الجودة، شيء اسمه الإصدار الأول. ماذا أقصد الإصدار الأول؟ إن المفروض الآن إذا سألنا هذه الأسئلة وضعنا لها إجابات في بداية مشروعنا تعتبر إصدار رقم كم؟ واحد. إذا بدينا في التنفيذ مفروض نطلع إصدار رقم كم؟ 2. إنك أنت تكون الإجابات اللي كانت عندك موجودة أول مع التنفيذ ظهرت إجابات أكثر دقة، فالمفروض تحدث الوثيقة اللي عندك. ثم بعد ذلك نروح نحصل من إصدار رقم 3، متى بيطلع معنا؟ في نهاية التنفيذ. فالمفروض الخطة في نهاية التنفيذ تكون أكثر وضوحا. جيت تسوي المشروع مرة ثانية مفروض بتسوي أنت إصدار رقم 4، إصدار رقم 5، إصدار رقم 6. لذلك أنا أكثر شيء أستغربه لما أروح لأي ناس أشوف الخطة حقهم، لما يوريني الخطة مش مكتوب عليها الإصدارات. أنا أعرف أنت أنتجت خطة عام 2019، بس أنت في إصدار كم؟ يعني هالخطة اللي كتبتها في البداية هي نفسها تسلمها لي في النهاية؟ أين الدروس المستفادة؟ فين المعارف والمعلومات اللي أنت تحدثت عندك أثناء عملية التنفيذ؟ يعني مثلا أعطيكم طريقة، SWOT analysis اللي نستخدمها في بداية المسح البيئي للمنظمة في البداية مفروض ما تكونش هي نفسها في نهاية الخطة، صح؟ إحنا أصلا مفروض سوينا الخطة عشان نعالج هذه التحديات ونعالج نقاط الضعف. فالمفروض أن نقاط الضعف ونقاط التحديات اللي كانت موجودة في بداية تحليلنا العملية السوات هذه نسميها إصدار رقم 1. إصدار رقم 2 أن تكون نقاط القوة صارت أقوى، أن الفرص تم استثمارها، أن نقاط الضعف صارت خلصت منها، أن التحديات صارت عندنا موجودة. وذلك المفترض على كل مخطط في بداية المشروع يفتح 12 ملف. المفروض أنك أنت راح تفتح 12 ملف، تخيلوا كذا ملفات صغيرة بتعلقها عندك في الدولاب في الخطة حقك هذه، أو خليها ملفات صغيرة إلكترونية. هذه 12 ملفات هي عبارة عن إجابات للأسئلة الكم؟ 12. هذه الأسئلة بوريكم الآن عليها، بس بوضح لكم شيء. لو كتبتم في جوجل كتبتم مفاتيح المعرفة العامري راح تلقوا إنه كل سؤال أنا شارحه في من؟ شارحه في يعني منظومة كاملة. ولو كتبتم في اليوتيوب مفاتيح المعرفة العامري تلقاني أشرحها لك كاملة في حدود ساعة، أتكلم عنها وكل نقطة فيها أوضحها بشكل أكثر. ليش؟ لأهميتها. أنا تعودت على الشيء التالي، أن كل عرض أقدمه المشروع أجهز 10 أسئلة تكون إجاباتها عندي جيدة، وأكون أنا متأكد الناس راح يسألوني عن 10، أتفاجأ أن الناس راح يسألوني في رقم 11 و12، يتركوا 10 ويروحوا لكم؟ 12. عارفين مثل كذا يقول الأخوة المصري، يقول جات الطوبة في المعطوبة. انتبه أنك تخطط وتنسى واحد من
من 12 صدقني راح تسأل عنه. إيش 12 سؤال؟ أول سؤال عندنا دائما تذكروه عندما نريد أن نخطط المشروع، أول سؤال عندي السؤال التالي: ماذا تريد بالتحديد؟ ما الذي أنت تريده بالتحديد؟ الهدف، تذكر الهدف اللي كتبناه أمس؟ الهدف اللي كتبناه أمس هو نكتبه نفسه، ماذا تريد بالتحديد؟ إذن أولا حدد ما تريد فعله بالتحديد. أحيانا نجد أشخاص هو مش عارف ما يريد، يعني يكتب هدف، كتب البارح هدف عام معنا وحلل الهدف العام وحط الهدف العام مكونات وطلع مؤشرات، نجي اليوم نسأله نقول له ماذا تريد؟ يقول لك والله أنا ما أبغاش يكون عندي غياب للطلاب. لا تتكلم بالطريقة السلبية فيما تريد، لا تقول أنا لا أريد أن يكون عندي غياب للطلاب، قل أريد أني أعمل برنامج لتحفيز الطلاب على منع الحضور. لا تقول أنا لا أريد أن المراسلات اللي عندنا تستمر ورقية، قل أريد أن يكون عندي نظام إلكتروني لمن للنظام المراسلة الداخلي. إذن تحدث عن ما تريد ليس ما لا تريد، تحدث عن الحل ليس عن المشكلة. إذن ذكروا هنا، حدد ماذا تريد أن تقوم به بالتحديد. اثنين، السؤال الثاني، حدد لماذا، ما الدوافع، ما المبررات، ما الأسباب اللي تخليك تسوي هذا المشروع؟ لماذا تريد أن تقوم بهذا المشروع؟ ليش هذا المشروع جيد يجب أن نستثمر فيه في المدرسة؟ لماذا يجب أن نقوم نحن في المدرسة بهذا المشروع؟ ليش الناس اللي هم مجلس الإدارة، الناس المالكين للمدرسة، ليش لازم يدعموا بالميزانية هذا المشروع؟ ما الدوافع، ما المبررات، ما الأسباب اللي تخلينا يجب أن ندعم هذا المشروع؟ السؤال الثالث، لمن؟ من الفئة المستفيدة من هذا المشروع؟ من الناس اللي راح أصحاب المصلحة اللي بيستفيدوا منه؟ سواء كانوا معلمين أو سواء كانوا طلاب أو سواء كانوا جهات خارجية أو كانوا أولياء أمور. حدد من المستفيدين من المشروع، قل لنا من هم. ليش؟ لأن إذا عرفنا من هم المستفيدين سنعرف هل هذا المشروع يتناسب معهم أو لا يتناسب معهم. إذا تحدثنا عن المستفيدين، سؤال رقم أربعة، سؤال من؟ من سيقوم بعملية التنفيذ؟ من المنفذين؟ من المشرفين؟ من الاستشاريين؟ يعني من هم الناس اللي تبغاهم يكونوا عندنا مستشارين؟ بالنسبة لي تعودت على الشيء التالي: أسهل ما موجود عند الموظف يقول لك أبغى أجيب مستشار. أسوأ فكرة أنك أنت تجيب مستشار، أسوأ فكرة أنك تجيب مستشار. لا تلجأ أنك تجيب مستشار من خارج منظمة إلا إذا أحيتك الحلول. الأصل دائما تفكيرنا يكون موجود للاستثمار في تحويل موظفينا إلى مستشارين. أنا مع فكرة يا أخي جيب موظفينا خلنا ندربهم. التخطيط، عملية التخطيط، مرة واحدة بنخطط في العمر ولا إحنا كل سنة بنخطط؟ طب كل مرة بتجيب مستشار عشان يسوي لك خطة؟ يا خلنا ندرب موظفينك، اتعب أسبوعين وارتاح يا أخي سنوات، خلهم يتدربون دورة قوية في التخطيط وخلهم يتحولون مستشارين، بعد 5 سنوات راح يطلعوا يصيروا مستشارين. طيب نتكلم عن مؤشرات، يا الأفضل إنك أنت تجيب واحد يبني لك مؤشرات ولا تعلم موظفينك يسوي المؤشرات؟ نتعب مرة واحدة ويسوون مستشار. متى نجيب مستشار؟ نجيب مستشار إذا كانت تكلفة التعلم أعلى من تكلفة المستشار. جيد؟ يعني في شيء بالنسبة لنا خبرة ما نستطيع الحصول عليها، نجيب مستشار لسبب آخر. نجيب مستشار إذا أردنا أن ندعم بخبرة أعلى من الخبرات الموجودة عندنا. نجيب مستشار إذا كان فيه تجربة جديدة غير موجودة بغرض توطين التجربة عندنا. أما تجيب مستشار يا أخي وتدفع له فلوس ويمشي ويعطيك أوراق والإصرار كلها موجودة عنده، فهذا خطأ. إذا السؤال من المنفذين؟ من المنفذين؟ من الخبراء اللي سيكونوا عندك؟ من هو الجهات الاستشارية؟ تحاول تحدوا من الجهات الاستشارية. بعض الإخوة بعض الأخوات أنا أسمع منهم لما يكون حاضرين الدورة أول شيء يفكر فيه يقول لك جيب لي مستشار، نجيب بيت خبرة من برا. لا، أنا أريد تقول لما أعيتني الحلول جبت من؟ بيت خبرة. وتقولي ليش جبتهم؟ السؤال الثالث، أين سينفذ هذا المشروع؟ أين المكان؟ هل المكان جاهز؟ هل البيئة جاهزة؟ هل هذا المكان مناسب لمشروعنا؟ طب إحنا في القضايا التربوية، عندنا في القضايا التربوية أرجو أن تذكروا شيئين. في القضايا التربوية إحنا عندنا وقت دوام، يعني في دوام في الصباح، ممكن نفتح مدرسة في المساء، صح؟ لازم تحدد لي هل الدوام في فترة صباحية، هل الدوام فترة مسائية. طب إذا كان فترة مسائية بيكون في عندنا خارج دوام، يعني في فلوس تنتفع الموظفين زيادة، لأن هذه تكلفة. يعني مثلا لو قلت هذا مشروع بنسوي المساء، أقول طيب والناس كيف ندفع لهم فلوس؟ لا، نفكر في أين، متى سيتم تنفيذ المشروع. نقطة أخرى، متى سيتم تنفيذ المشروع؟ إذا متى، في خلال كم؟ خلال العام، خلال الفصل الدراسي، خلال نهاية الأسبوع، خلال كم من الزمن؟ هنا في متى يجب أن تحدد البداية وتحدد النهاية. في متى أريد منكم أن تكتبوا معايا في
قيمتها، بس اكتبوا معي كده إطلالة سريعة في متى. في متى عندنا المشاريع؟ تذكروا عندنا أخطاء في فهم الناس لكلمة متى. متى المشاريع؟ واحد المشاريع، أرجو أن تذكروا المشاريع، واحد المشاريع ليست صرمدية. المشاريع ليست صرمدية. إيش مقصود صرمدية؟ ليس لها بداية ولا لها نهاية. في بعض المشاريع عندنا في المدرسة تحس إن مالها صرمدي، تسألهم تقول المشروع ده لسه، وتقول من زمان، من أول ما سوينا أصلا مدارس الرؤية وإحنا مسوين هذا. طيب متى بيكون؟ متى تخلص؟ قالوا حتى نهاية المدارس. هذا مش مشروع، هذا مش مشروع، هذه عمليات تشغيل أنت عندك ولع بها. إحنا مشكلتنا هذه، أنا أسميها إيش أسمي المشروع بالطريقة دي؟ أنا أسميه البقرة المقدسة. هل بقرة مقدسة؟ عندنا في إدارة مشاريع زي الهنود، مش عندهم البقرة كذا يقدسوها، فلان أو فلانة فكروا في الفكرة دي فإحنا ممنوع نشيلها. ما صحيح، المفروض الزمن ماله يتغير، هذه الفكرة يجب أن تطور، يجب أن تحدث. فأول شيء المشاريع ليست صرمدية. اثنين، المشاريع دائما تذكروا ليست أبدية. ماذا مقصود بأبدية؟ أبدية معناها لها بداية وليس لها من نهاية. المشاريع ليست أبدية. اليوم سوينا هذا الحفل وماذا؟ وكل سنة سنعمل نفس الحل، نفس الحفل. لا، مفروض أنك أنت كل مرة ماذا تفعل؟ راح تطور. فالمشاريع ليست أبدية. أيضا المشاريع أيها الأحبة ليست أزلية. إيش يعني أزلية؟ أزلية معناه من زمان وهذا المشروع عندنا اليوم وقفناه. طب ليش هو أصلا كان موجود من زمان؟ لازم تدرسه. المشاريع أيها الأحبة، المشاريع دائما أمدية. المشاريع أمدية. إيش مقصود بأمدية؟ لها بداية محددة، لها نهاية من محددة، وفي الخطة إحنا عارفين متى بدأنا وإيش متى ننتهي، وعارفين إحنا ليش سويناها، وعارفين إيش راح الخبرة اللي راح تكون علينا موجودة. إذا تذكروا المشاريع ليست صرمدية، ليست أبدية، ليست أزلية. نحن أحيانا نقدس المشروع لدرجة أن نشعر أن المشروع نحن، المشروع هو نحن. نقول لك يا أخي إيش رأيك لو لغينا الفكرة دي؟ تقول أنت عارف الفكرة دي كم إحنا اشتغلنا فيها؟ أنت عارف طيب يا حبيبي إيه، وهي فكرة ممتازة، فكرة رائعة، بس كانت متى؟ في ظروف وفي أجواء معينة والاحتياجات معينة نحن أطلقنا هذا المشروع. الآن نبغى نطور، خلنا نتحرر من هذه الفكرة وخلنا نطور شيء جديد. إذا المشاريع دائما أمدية، ليست أزلية، ليست أبدية، ليست صرمدية. طب هذا الكلام تعرفون في إدارة مشاريع عند الناس يتحسسون من هذا الكلام كثيرا. ليش؟ أول ما أقول هذا الكلام يربطوه بأشخاص. أنت معناه أنك جالس أنت تقصد فلان، تقصد فلانة. ما أقصد لا فلان ولا أقصد فلانة، أنا أقصد أنه سنة الحياة هي التطوير المستمر. سنة الحياة هي لابد أن يكون عندنا دائما من قدرات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل دار الأرقم بن أبي الأرقم ما تم الموضوع صرمدي، هي فترة. جيد، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في مكة ما استمر في مكة، هي فترة من فترة. الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل المدينة ما انتقل وسالم الناس، بقي فترة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حارب ما بقيت كل الأمور حرب. إذن هي ماذا؟ فترات، خطة مخطط لها وجدول زمني موجود. وبالتالي كلما كان عندنا فكرة إن إحنا دائما عندنا أمدية ننجح. المسلمين دخلوا الأندلس وكانوا في الأندلس ينشرون حضارة، وعندما انتقلوا من أنهم حاطين بالهم أنهم أمديين، ما مقصود أمديين؟ يجب أن كل مرة نضيف حضارة جديدة وتوقفوا ليشعروا أنهم صرمديين في الأندلس ولن يخرجوا منها، طلعهم. التخطيط معنى أنك كل مرة ماذا تفعل؟ تدرس ماذا أنجزت وماذا يجب أن نفعل شيء جديد، كيف نستطيع أن نعمله. هل تعرفون المسلمين أنه أول شيء سووه في الأندلس لما دخلوا، أول شيء عملوه أنهم سووا قنطرة، يعني سووا جسر. أول شيء بنوه قبل المسجد، بنوا جسر عشان يبنوا هذه الأرض. إذا إحنا بدأنا نفكر بشيء أمدي، شيء بسرعة يحل مشاكلنا، نبدأ ننجح. إذا ذكروا الشيء التالي، سؤال متى، لازم تقولوا لي متى البداية للمشروع، متى من النهاية، وأبغى النهاية تكون منطقية. منطقية أكثر شيء يزعجني في المشاريع، إيش يقول لك المشروع هذا اللي راح نطلقه اليوم، طب متى تخلص؟ هذا دائما معانا، هذا مش مشروع. أيضا شيء آخر عندي سؤال، بما إيش الأدوات والوسائل اللي سنستخدمها في إدارة مشروعنا؟ ماذا تحتاج؟ بروجكترات، طاولات، سيارات، سواقين، عاملين، معلمين، ماذا تحتاج كمواد؟ ثم بعد ذلك سؤال بكم؟ كم التكلفة اللي سنحتاجها في المشروع؟ إخوتي الكرام، أكثر سؤال بالنسبة لنا هو سؤال من؟ بكم؟ نحط أشياء تقديرية.
قول الله يبدو ان الموضوع ذا يبغى له 50,000، يبدو ان يبغى له 100,000، لازم شويه تحسبها بكم. انا اعرف بتسالني سؤال، طب كيف احسبها بكم جيدا؟ بعد شويه عندنا تمرين ثاني اسمه هيكل تجزئه العمل بيطلع لك الحسبه صح جيد. بس الان حط لنا رقم تقريبي من خلال خبرتك. ثم السؤال ايضا سؤال كيف، ما هي الاجراءات، ما هي الاجراءات والمراحل اللي نحتاجها حتى نقوم بالمشروع؟ يعني عدد ايش المراحل اللي تبغاها. ادخل في التفاصيل؟ لا تدخل في التفاصيل، بس وضح لنا ايش الاجراءات المطلوبه عشان نقوم بهذا العمل. ثم سؤال اخر، هل تعرف جهه طبقت المشروع قبلكم؟ هل تعرفون عندكم خبره سابقه؟ هل عندك وسيله للقياس تقيس فيها مستوى ادائك؟ ثم ايضا عندي سؤال، ماذا لو نجح المشروع اكثر مما تتوقع؟ انت بسوي مشروع بس نجح اكثر ما تتوقع. مثلا فلنقول سويت حفل وكنت حط بارك ان اولياء الامور يحضرون، تفاجات انه حضروا كل صباح السالم عندك، ايش تسوي؟ هل انت جاهز؟ طيب ماذا لو فشل المشروع؟ ماذا لو السلبيه؟ اذا ماذا لو معناها احتمالين، ماذا لو نجح اكثر مما توقع وماذا لو فشل اكثر مما توقع. ثم بعد ذلك سؤال، ماذا بعد؟ ما المشروع التالي بعد هذا المشروع؟ سوينا هذا المشروع، ماذا بعده؟ فكم عندي سؤال؟ عندي 12 سؤال. الأسئلة اللي قلتها هذه شوفوها قدامكم، الأسئلة لاحظوا كالتالي: أول سؤال، ماذا تريد؟ حدد ما تريد فعله، الهدف العام. حدد مبررات ودوافعك لإقامة المشروع. ثم حدد إيش هي الفئات المستهدفة. بعد ذلك حدد العاملين، من العاملين. حدد أيضا مكان التنفيذ. حدد البداية والنهاية. حدد الأدوات. حدد التكلفة. حدد إجراءات العمل. حدد هل توجد وسيلة التقييم. ثم ماذا لو نجح المشروع. ثم في الأخير عندنا ماذا بعد هذا المشروع. إيش المطلوب منكم الآن؟ على شكل خارطة ذهنية، على شكل خارطة ذهنية زي هذه الخارطة، هذا مثلا مشروع عندي زي هذه الخارطة، سأضع أسئلة وأضع من إجابات حولها عشان تكون عندي هذه الإجابات. أنا أسميها الإصدار رقم كم؟ 1. واتمنى عليكم تكتبوا كذا في الزاويه وبعدين تكتبوا الاصدار رقم كم؟ 1. لن يتضح الاجابات بشكل كامل الا متى؟ في نهايه المشروع. عندنا اوراق كبيره A0 موجوده قدامكم، يعني اوراق كبيره بيضاء، هذه اوراق كبيره A0، ومطلوب منكم الان ارجوكم راح تسوون لنا هنا خارطه ذهنيه لل12 سؤال كهذه الاسئله ال12 بتسووها عشان خارطه ذهنيه حول مشروعكم اللي انتم تخططوا له. المفترض سؤال، بس لحظه قبل ما نبدا لو سمحتم، قبل ما نبدا سؤال، ما فائده هذا التمرين؟ اهم ما في هذا التمرين انه سيجعل فريق العمل عندك يتعرفون على المشروع بشكل اقرب. ليش؟ احنا نبغى نحضرهم ونجهزهم عشان راح ندخل بعد شوي على تمرين ثاني اكثر دقه اسمه هيكل تجزئه العمل. فهذا التمرين هدفه اصلا جمع المعلومات. يلا بسم الله. تفاعل الزملاء مع تمارين اركان المجموعه ضمن دوره بناء مؤشرات الاداء. كما تلاحظوا الان حديث بين الزملاء لمناقشه مصفوفه الاطار المنطقي ضمن دوره بناء مؤشرات الاداء المقامه حاليا في الكويت في مدارس الرؤيه. كنت لاحظ الآن الزملاء في ورشة عمل في ركن مجموعتهم، وهو ركن مجموعة تعلم النشاط الثاني بمدور بناء مؤشرات أداء، وحديث حول ما هي الآن أصوات إطار المنطقة التي قاموا ببنائها استعدادا لكتابة الآن ما نسميه بأسئلة المعرفة واستخراج الهدف العام والهدف المرحلية والهدف الإجرائية. النقاش بين الزملاء تفاعل. وضع على الحقيقة الدكتور الآن الزميل يشرح لزميله ما هو الهدف المرحلي، الهدف العام الذي يضعه المشروع. كما تلاحظوا هم الآن في حالة نقاش. فتخريج واتمام حقوقها كاملة، الطلاب من هم طلاب العلم المستفيدين من خدمات المركز، المتقنين من قوة حفظه. ماذا تعني المتقن؟ هو أن يكون قوي في حفظه بحيث لا يتجاوز أخطاء في الحصة الواحد 5 أخطاء. هذا معنى الإتقان على الإتقان. تفاعل كبير جدا من المجموعات مع التمارين وورش العمل العمليه واركان المجموعات. اسمعوا هذا الدوي من حولنا الان، الاخوات والاخوه اثناء ورش عمل لاعداد اسئله المعرفه واعداد اركان المجموعات. رائع جدا هذا التفاعل، يشكرون عليه ما شاء الله. تمارين عمليه، تركيز في دوره بناء مؤشرات الاداء على التطبيقات العمليه. بعدين ماذا تريد ان تقيس؟ تفاعل الزملاء الان مع تمرين بناء اسئله المعرفه للمشروع لقياس مؤشرات الاداء. كما تلاحظ الزملاء الان في دوره بناء مؤشرات الاداء في مدارس الرؤيه في الكويت
مع الدكتور محمد العامري، وتلاحظوا الآن تركيز كبير جدا على التمارين والتطبيقات العملية في ورش العمل. الزملاء الآن في ورشة عمل لكتابة مؤشرات الأداء، كتابة الآن أسئلة المعرفة، كما تلاحظون الآن التمارين. تفاعل كبير جدا من الزملاء. نلاحظ المجموعة الثانية، إن شاء الله تفاعل كبير جدا من المجموعات. الهدف العام 12 سؤال الآن المشاركين حاولوا الإجابة عليها استعدادا لإعداد مشروع لبناء مؤشرة أداء. سؤال ماذا نريد أن نقوم به؟ سؤال لماذا نريد أن نقوم بهذا المشروع لبناء المؤشر؟ سؤال أيضا من سيعمل في بناء المؤشر؟ لمن سنقدم هذا المؤشر؟ كيف سنقوم ببناء المؤشر؟ أين سنقوم ببناء المؤشر؟ متى سيعمل المؤشر؟ سؤال بما سنستخدم الأدوات؟ ما الإجراءات المطلوبة؟ ثم أيضا سؤال ماذا لو نجح المؤشر؟ ماذا لو فشل المؤشر؟ ما هي التجارب المرجعية؟ ما هي التقييم الموجود؟ إذا لاحظوا النقاشات وحوارات بين مجموعة تفاعل كبير جدا. تمرين بناء أسئلة المعرفة ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء المقامة حاليا في الكويت في مدارس الرؤية مع الدكتور محمد العامري. الزملاء الآن في تمرين لبناء الآن أسئلة المعرفة، وهناك نقاشات وحوارات بين المجموعات لتنفيذ أسئلة المعرفة. كما تلاحظوا الآن هي 12 سؤال يجب الإجابة عليها عند التخطيط لعملية بناء الخطة وبناء المشروع الذي من خلاله سيتم عملية تركيب المؤشرات. نقاش كبير جدا بين المجموعات وتفاعل، والأخوات أيضا في الزاوية الأخرى لديهم نقاش كبير جدا. كل مجموعة الآن تقوم بإعداد وثيقة، هذه الوثيقة عبارة عن أسئلة تسمى أسئلة المعرفة، ويتم الآن النقاش ما بين المجموعات على هذه الوثيقة. كما تلاحظون الآن زمن متى سنتين للعامين الدراسيين. نقاشات كبيرة جدا بين المجموعات، حوارات كبيرة جدا، ما شاء الله في تفاعل كبير جدا من المجموعات. في الزاوية الأخرى يوجد عندنا ما شاء الله حدود 50 مشاركة من الأخوات، ما شاء الله عندهم أيضا تفاعل كبير جدا من المجموعات. من خلال مجموعاتهم توجد عند الأخوات 8 مجموعات، عند الرجال 3 مجموعات، ما شاء الله النقاش كبير جدا ما بين المجموعات. تمرين إعداد أسئلة المعرفة لإعداد الخطة الاستراتيجية ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء مع الدكتور محمد العامري المقامة حاليا في الكويت في مدارس الرؤية للإخوة القيادات التربوية في المدارس. كما تلاحظوا عندنا 3 مجموعات، في الجهة الثانية عندنا 8 مجموعات للأخوات، وما شاء الله نقاش كبير جدا، تمارين تفاعل. الدكتور محمد يركز على التطبيق العملي لعمليات التخطيط وعمليات بناء مؤشرات الأداء، ولذلك يركز بشكل كبير جدا على ورش العمل والتطبيق المستمر لعملية تطبيق التمارين. كل مشارك يقوم بعملية تطبيق مرة ومرتين وثلاث على شكل مجموعات من أجل تعلم مهارات أساسية في بناء المؤشرات. هناك إثراء معرفي كبير، لكن هناك أيضا تركيز على المهارات بشكل أكبر. هذه المهارات تزرع عند المشارك وتغرس عنده قدرة بإذن الله ستعلى على بناء المؤشر بكفاءة وفعالية. الآن المطلوب في هذا التمرين إجابة على 12 سؤال، هذه 12 سؤال تساعد بإذن الله في فعالية المشروع. كما تلاحظون الآن المشارك من شهر 9 إلى شهر 5. تصورنا لا تصورنا المشروع من 1/9 انت
التركيز على التمارين والتطبيقات بشكل كبير جدا يساعد المشاركين بإذن الله سبحانه وتعالى على التمكن من المهارات بشكل كبير جدا واكتسابها، مما يساعدهم على سهولة تطبيق وبناء منظومة مؤشرات أداء داخل منظماتهم بكفاءة وفاعلية. الآن ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء المقامة حاليا في الكويت التي يقدمها الدكتور محمد العامر، متحضر نقاشات ودورات من مجموعات بشكل كبير جدا تفاعل كبير جدا من المشاركين ما شاء الله إن الآن في دورة تدريب مدربين ومقام مدارس الرؤية حاليا في الكويت، والدكتور محمد العامري يقدم الآن دورة بناء مؤشرات الأداء ويركز بشكل كبير جدا على التطبيقات العملية للمشاركين، وتفاعل كبير جدا من المشاركين ما شاء الله في البرنامج التدريب. وهذه هي منظومة تسمى منظومة تحليل عمليات المؤشرات، ودينا الآن تمرين عن مفاتيح المعرفة. السلام روح حلوة أيضا من الشمال في تنفيذ التمارين، تركيز كبير جدا من الدكتور العامري على موضوع التطبيقات العملية. شكرا لك. تلاحظ من الشباب الآن السلام عليكم. طبعا مشروعنا عنوانه المعلم الخبير. ماذا؟ جواب ماذا؟ ماذا يريدنا مشروع؟ تكوين معلمي رؤية للمعلمين الخبراء. لماذا؟ الارتقاء بمستوى المعلمين مهنيا. لمن؟ جميع المعلمين غير الخبراء والطلاب، طبعا المعلمين من القائم على مشروع سوف يكون رؤساء الأقسام والذوي المراحل والمعلمين والخبراء المتواجدين أصلا في المدرسة، أين داخل المدرسة في قاعات التدريب وداخل المدرسة بشكل عام، متى البداية ستكون إن شاء الله 1/9/2019 والنهاية 30/4/2020، بمن متطلبات مثلا أجهزة كمبيوتر، شاشات عرض، كتب ومراجع، دفاتر وغيرها، بكم التكلفة التقديرية؟ طبعا 10,000 دينار. كيف سيتم حصر أسماء المدربين والمدربين، تحديد أماكن التدريب، تحضير الأدوات، تحديد الوقت والزمن؟ في هي حصل لما كمل. هل يوجد نماذج سابقة للاستفادة؟ نعم يوجد نماذج سابقة ويوجد تجربة سابقة، يوجد نماذج تقييم سابقة ويوجد تجربة سابقة سيتم الاستفادة منها. ماذا لو في حال نجاح المشروع سوف يكرر ويستفاد من المشاركين من الناس اللي تطوروا، في حال فشل سيتم معالجة الأخطاء للتحسين بإعادة المشروع بشكل أفضل. ماذا بعد؟ الاعتماد على مخرجات المشروع والتوصية بتعميمه. ما شاء الله عليك تصفيق قوي جدا، تكبير. نتكلم عن ماذا أولا، هو ماذا توفير الطاقة في المدرسة.
لماذا؟ توفير الطاقة وخفض التكلفة. لمن؟ المدرسة بشكل عام. من؟ قسم المحاسبة والصيانة، تكنولوجيا المعلومات والعلاقات العامة. أين جميع مرافق المدرسة؟ متى؟ خلال العامين الدراسيين الدراسيين 2019-2020 أو ممكن لغاية 21. بما؟ بالأدوات الموفرة للطاقة من لمبات ومجسات وأجهزة التحكم وبرمجتها. بكم؟ التكلفة التقديرية طبعاً 50,000 دينار. يعني ولكن الحمد لله احنا عندنا قسم اي تي في المدرسه، فجزء كبير سوف يتم عمله داخل المدرسه، وبالتالي سوف يتم خفض المبلغ بشكل كبير، ولكن لو تم عمله عن طريق شركه راح يتجاوز هذا المبلغ بكثير. كيف؟ اعتماد المشروع والميزانيه، حصر المطلوب، جلب عروض اسعار، اعتماد العرض الافضل، تكليف الاشخاص المعنيين بالمشروع لتنفيذه، البدء بالتنفيذ. هل نعم يوجد وسيلة للتقييم حيث تم تطبيقه في عدة شركات، وكذلك تم دراسة الموضوع بشكل استقصائي. ماذا لو لم ينجح؟ سوف يتم معرفة نقاط الضعف عن طريق مؤشرات الأداء ثم معالجتها. أما إذا نجح المشروع فسوف يتم التوسع في المشروع وتعميم التجربة، يعني ممكن نعمل دراسة بحيث تكون منهاج لبقية المدارس أو بقية الشركات. ما شاء الله. ماذا بعد؟ تحويل المدرسة إلى مبنى إلكتروني بالكامل. ما شاء الله تبارك الله عليك. شكرا مجموعتكم رائعة، الشغل ممتاز الاحترافي. صوت بس. أولا أشكر الدكتور على هذه الخرائط وهذا التعامل الذي فعلا وجدت الفائدة العظيمة منه. سأختصر يعني قدر صديقي بيان هذه الخارطة الذهنية فيما يتعلق بمركز إعداد القراء المبتدئين. طبعا ماذا السبب في هذا؟ لماذا أو ماذا يعني سنخرج تخريج قراء متقنين للقرآن وعلومه؟ والسبب في ذلك وهو الجواب على لماذا، سد حاجة المجتمع الكويتي خاصة لهذا التخصص واستثمار هذا العلم دعويا، دعوة الله في مجتمع الكويتي. لمن هذا المشروع؟ هو حقيقة لطلاب وطالبات العلم الشرعي، كذلك أيضا من هم المستهدفون في هذا المشروع؟ هم المتخصصون، أو من سيقوم بتنفيذ هذا المشروع هم المتخصصون في علوم القرآن والمتقنين من المتخصصين في علوم القرآن. أين سيكون هذا المشروع؟ في الكويت، وسيكون هناك مركز إعداد للقراء، وكذلك ستكون له ملاحق في المساجد والمراكز المتنوعة المهتمة بالقرآن وعلومه. متى؟ طبعاً مرحلة بداية المشروع ونهايته حتى يبدأ الحيز التنفيذ وتكون هناك عمليات تشغيلية سنحتاج تقريبا من 2-3، وعددناها في 3 سنوات، من 2019 أو عفوا سنتين، من 2019 إلى 2020، وهي فترة كافية يعني إعداد هذه المراكز والاستفادة كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى في آخر هذه الخريطة من الخبرات السابقة. وسيكون العمل خلال بواقع 4 ساعات لفترتين، أي مجموعها 8 ساعات يوميا. بما يعني سيكون تنفيذ هذا المركز؟ قراء متقنين متخصصين، كذلك أيضا هناك وسائل علمية ملائمة تتواكب مع يعني التطور التكنولوجي، كذلك أيضا الإقراء من بعد، كذلك أيضا الكتب العلمية والمراجع العلمية، واستخدام كذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تكلفة هذا المشروع التقديرية خلال الخبرات السابقة نحو من 330,000 دينار كويتي، لأن فيها منشآت، ويعني نحن نعتمد الجودة في يعني القائمين على هذا المشروع، لذلك التكلفة قد تكون عالية في الرواتب، ولذلك كان هذا القيمة 330,000 دينار كويتي. كيف؟ الأدوات التي ستكون خلال البحث والاختبارات والمقابلات والتعاقدات واستقراء يعني واستفادة الخبرات السابقة، ووضع خطة استراتيجية وتشغيلية وتنفيذية، ووضع يعني مؤشرات أداء لقياس هذا المشروع والتحقق من فاعلية هذا المشروع. هل توجد هل هناك مراكز مشابهة؟ نعم هناك مراكز مشابهة، ولكن لا تعتني بما نحن نعتني به وهو الجودة، ويعني هناك خبرات مستفادة بإذن الله تعالى ستكون لنا كالدليل في إعداد هذا المركز. ماذا لو
ماذا لو يعني فشل هذا المشروع أو نجح يعني ونجاح فوق التوقعات، سيعاد تقييم هذا المشروع ويستعاد بالمستشارين، وكذلك أيضا نحاول أن تكون هناك سيناريوهات بديلة ل يعني وضع الخطة والمشروع في مساره الصحيح. ماذا لو ماذا بعد ذلك سيحول هذا المشروع من مشروع يهتم بتخريج قضاه تقنين الى دعاة يتعلق بالعلم الشرعي واعداد علماء وتكوين العلماء المتميزين بعدما قد اتقنوا هذا الوحي والوحي والقران ان شاء الله. شكرا لك كل شكر شيخنا، شكرا لك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شكرا لمجموعتكم ما شاء الله تبارك الله، شكرا لكم. الحمد لله يعني هذا المشروع تم البدء به فعلا، ولكن هناك افكار كثيره سوف يتم عملها مستقبلا. فنتكلم عن ماذا اولا، هو ماذا توفير الطاقه في المدرسه، لماذا توفير الطاقه وخفض التكلفه، لمن المدرسه بشكل عام، من قسم المحاسبه والصيانه تكنولوجيا المعلومات والعلاقات العامه، أين جميع مرافق المدرسة؟ متى خلال العامين الدراسيين 2019-2020 أو ممكن لغاية 21؟ بما بالأدوات الموفرة للطاقة من لمبات ومجسات وأجهزة التحكم وبرمجتها، بكم التكلفة التقديرية؟ طبعاً 50,000 دينار. يعني ولكن الحمد لله إحنا عندنا قسم أي تي في المدرسة، فجزء كبير سوف يتم عمله داخل المدرسة، فبالتالي سوف يتم خفض المبلغ بشكل كبير، ولكن لو تم عمله عن طريق شركة راح يتجاوز هذا المبلغ بكثير. كيف اعتماد المشروع والميزانية، حصر المطلوب، جلب عروض أسعار، اعتماد العرض الأفضل، تكليف الأشخاص المعنيين بالمشروع لتنفيذه، البدء بالتنفيذ. هل نعم يوجد وسيلة للتقييم حيث تم تطبيقه في عدة شركات، وكذلك تم دراسة الموضوع بشكل استقصائي. ماذا لو لم ينجح؟ سوف يتم معرفة مخاطر الضعف عن طريق مؤشرات الأداء ثم معالجتها. ما شاء الله. أما إذا نجح المشروع فسوف يتم التوسع في المشروع وتعميم التجربة، يعني ممكن نعمل دراسة بحيث تكون منهاج لبقية المدارس أو بقية الشركات. ما شاء الله. ماذا بعد؟ تحويل المدرسة إلى مبنى إلكتروني بالكامل. ما شاء الله تبارك الله عليك، شكرا لمجموعتكم رائعة، الشغل ممتاز الاحترافي، شكرا لكم شكرا لكم ما شاء الله. شكرا لك شيخ، شكرا لك، عرض رائع. الله يجزيك خير، تفضل. لا لا خلاص جينا عندك، بالعكس. بسم الله الأخوات، سنأخذ أوراقكم مع التمرين اللي بعده بعد الاستراحة، بس خلني أسأل سؤال. ماذا استفدنا، ماذا تعلمنا من أهمية وجود أسئلة تسمى 12 سؤال تستخدم في عملية إدارة المشاريع؟ ليس دورها كما قلنا إجابات نهائية، هي دورها أن تفتح عقلك وتفتح فريق العمل وتجعل فريق العمل يبدأون يفكرون في الموضوع بشكل أكثر عمقا. ماذا استفدنا منها؟ تفضل. دخول في التفاصيل أكثر، جمع المعلومات بطريقة مفصلة بحيث توصل الأهداف معمقة أكثر لتوصل الفكرة. يا سلام، أسئلة تعطينا تفاصيل أكثر، شكرا لك. تفضل. سد جميع الثغرات التي يمكن أن تظهر وتعيق استمرارية المشروع. يا سلام، سد الثغرات، تفضل. توحيد رؤية وآراء المجموعة. يا سلام، توحيد رؤية المجموعة، تفضل يا سلام. يا سلام، نقل المعارف الضمنية إلى معارف صريحة، ما شاء الله ما شاء الله، تفضلي. يا سلام، نظم عملية تفكيرنا، رائع، تفضلي. يا سلام، تخلينا الأسئلة دي ننزل للواقع ونشوف شو الواقع الحقيقي، تفضلي. يصير مشروع أكثر واقعية، تفضلي. تصور أوضح، تفضلي. يا سلام، تعطي أيضا دليل معرفي كبير جدا للموظفين. طيب، أهم أداة بلا منازع بعد يعني أسئلة المعرفة، أهم أداة تعطينا معلومات أكثر، بل إنه المشروع كله موجود فيها، ما يسمى هيكل تجزئة العمل.
هيكل تجزئات العمل هي أهم أداة في كل أدوات إدارة المشروع. السبب أنه في إدارة المشاريع هيكل تجزئات العمل وهي الأداة التي سنأخذها بعد شوية هي الأداة التي نستخدمها لمعرفة ما هي حدود المشروع، ما هي نطاق المشروع. بعد الاستراحة بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد الاستراحة سنأخذ أداة مهمة جدا اسمها هيكل تجزئات العمل، تعتبر أهم أداة في التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي والتنفيذي، لدرجة أنك أنت لو جيت داخل مدرسة وكان عندنا تفتيش وقالوا لك ما تدخل معك ولا بورقة إلا ورقة واحدة بس، ستختار هيكل تجزئات العمل، كل شيء بيكون موجود فيها ورقة. أحب مرة أخرى أرحب بكم في الجزء الثاني من اليوم الرابع من دورتنا، دورة بناء المؤشرات المقامة بمدارس الرؤية في الكويت. طبعا أنا أكرر دائما هذا الأمر عشان في تصوير عشان ما يتلخبطش للزميل ولا للشخص اللي يشاهد، جيد؟ فلا تستغربوا من كلمة أني أكررها دائما. فأرحب بكم مرة أخرى، حياكم الله. في الجزء القادم نبغى نستثمر ما كنا عملناه من أسئلة في أسئلة المعرفة، نريد أن تنعكس المعلومات اللي جمعناها على نموذج مهم جدا بالنسبة لنا، أهم أداة في إدارة المشاريع بلا منازع. أهم أداة عندنا هي أداة تسمى هيكل تجزئة العمل. من قوتها سأقول لك الشيء التالي، لو إنك اليوم جاي المدرسة عديت خطة كاملة للمدرسة، استراتيجية، خطة تشغيلية، خطة تنفيذية، ما شاء الله تبارك الله، عندك مؤشرات، عندك كل شيء عديته، يعني أنت مسوي الآن مذكرة ضخمة جدا، جيت عند البوابة قالوا لك معليش آسفين ما راح تدخل بالأوراق ذي كلها، اختر ورقة واحدة بس من الخطة أنت راح تدخل بها معنا، ورقة واحدة بس، ماذا تختار؟ شيء محير صح؟ الورقة الوحيدة اللي راح تختارها وتدخل بها لعرضها على الناس هي ورقة هيكل تجزئة العمل، وهذا من قوتها. هذه الورقة تعتبر جدا هامة. هيكل تجزئة العمل باختصار هو معناها تفاصيل العمل جت من فين؟ Work Breakdown Structure. كلمة Structure معناها بنيان العمل، بنيان. إذا احنا نتكلم الآن عن تفاصيل العمل، كيف نفصل العمل، كيف نفهمه بشكل جيد، في نقطة مهمة جدا لازم نعرفها في تفاصيل العمل. المشاريع تختلف من مكان لمكان، في تحدي عندنا. احنا نسمع مثلا مشروع نجح في منطقة أخرى أو في جهة أخرى نقول خلينا نقوله عندنا، يا أخي البيئة الحاضنة ما تتناسب معه، القدرات والمهارات الموجودة هناك لا تتناسب مع اللي عندك. أنت تحتاج الآن أن تعرف ما هي الإمكانيات اللي عندك تخلي المشروع أنت قادر بإذن الله سبحانه وتعالى نقله عندك. وذلك ليس كل تجربة ممكن نقلها، بعض التجارب لو نقلناها تفشل لأسباب إنسانية، لأسباب بيئية، لأسباب اقتصادية، لأسباب ثقافية، لأسباب سياسية. التجارب لا يمكن تنقل، لابد أن نعرف ما هي الشروط والمعايير التي تسهل عملية النقل. لتوضيح هذه الفكرة خلنا نتكلم عن الشيء التالي، إنه هيكل تجزئة العمل الأصل فيه هو عبارة عن صنع جسر. في عندنا جسر، هذا الوضع الحالي، هذا وضعي الآن الحالي اللي أنا فيه، وأنا حطيته لكم باللون الأخضر. ليش؟ إحنا عندنا دائرة اسمها دائرة الأمان، كلنا هذه دائرة الأمان أنا حطيتها أخضر لأنها دائما إحنا نحبها، يصعب علينا الانتقال منها، شيء ألفناه، شيء تعودناه، صعب ننتقل للوضع المأمول. الناس أكثرهم أول ما تقول له تغيير يقول لك لا خليني في دائرتي أرجوك، الله يستر عليك، أنا هنا والله تمام، أنا عارف المكان عندي هنا. فنحن دائما نخلد لدائرة الأمان. كل مشروع هو تغيير، كل مشروع هو انتقال من واقع إلى مأمول. هذا الواقع إلى مأمول لا يحصل انتقال مرة واحدة، الانتقال سيحصل من خلال قفزات. هذه القفزات تشبهها بالسلم، السلم هو عبارة عن نقل فجوة ما بين الآن الواقع والمأمول. بعض الواقع والمأمول يكون قريب وحين الواقع والمأمول يكون ماله بعيد، وبالتالي لازم نجي نحط سلم عشان نعرف كيف نستطيع أن ننتقل. فجوة الأداء معنا أضع لي سلم، هذا السلم ما رح أمشي عليه خطوة واحدة، أنا مفروض أمشي على خطوة بعد خطوة بعد خطوة حتى أستطيع أني أنتقل. فأنا أحتاج عندي الآن خطوات للانتقال، هذه الخطوات يجب أن تتناسب معي أنا مع قدراتي مش مع الآخرين. أحيانا بعض الناس هذه قدرتهم، في ناس عنده قدرة يسوي زي كذا، هي من شخص لشخص قدرات مختلفة أليس كذلك، وإمكانيات مختلفة. لذلك خلني أثبت الموضوع بشكل مختلف شوية، سأطلب من أحد الزملاء يجي يشاركني هنا لو تكرمتم، أحد الزملاء شاركنا كذا ويجي معي. حياك الله دكتور. يا مرحبا. مرحبا دكتور، تفضل هنا معي دكتور. دكتور الاسم الكريم أسامة السيد، ما شاء الله. زميلنا الأخ أسامة بيساعدني، أنا أسامة، أنا والأخ الدكتور أسامة عندنا من هدف واحد. إيش هدفنا؟ الأخ أسامة، أنا سأضرب مثال على بناء بيت. الأخ أسامة عنده هدف أنه يبني بيت سكن سيسكن فيه، أنا أيضا عندي هدف أني سأبني بيت سكن سأسكن فيه. إحنا الاثنين كلنا متشاركين في من؟ الهدف. أنت إيش عندك هدف؟ أنا بحطها لهم باللون الأخضر عشان يعرفون. إحنا عندنا الآن هدف كلنا، الأخ أسامة عنده هدف وجود بيت سكن
ملك له. أنا أيضا عندي نفس الشيء، عندي هدف وجود بيت سكن ملك لي. كما تلاحظون إحنا الآن في المأمول كنا الاثنين نتشارك نفس الهدف. نفس الشيء ترى في القرآن الكريم، هو يريد أن يحفظ القرآن الكريم، أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم. في الدراسة هو يريد يحصل على الدكتوراه، أنا أريد أحصل على الدكتوراه. في المدارس هو يريد تحسين تحصيل الدراسي، أنا أريد تحسين الدراسي. لا يغركم المثل، بس هذا للتوضيح. كل أمثالنا بهذه الطريقة. لما نجي الآن نسأل يا أخ أسامة ما هو الواقع عندك أنت الآن، أتفاجأ الأخ أسامة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك. الأخ أسامة عنده أرض ملك حقه موجودة، والأخ أسامة أيضا ما شاء الله تبارك الله معاه فلوس في البنك، أموره ممتازة ما شاء الله، جاهز للبناء. حبيبي أنت كم مغترب هنا من كم سنة؟ ما شاء الله ما شاء الله، حوش ما شاء الله. طيب فالأخ أسامة ما شاء الله الأرض جاهزة، حمر بعدين الضرائب بيسجلوا المقطع ذا، إيه لو مصور يعني الضرائب بتثبت عليك انت سكت معناه اقريت. لا 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 هذا اقرار ضريبي. زين الاخ اسامه عنده ما شاء الله ارض، طبعا مثال 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 مثال، الاخ اسامه عنده ارض وعنده ما شاء الله في فلوس. الان لما اجي اقول له اسامه اقول له انت ايش المشكله اللي عندك؟ قال لي والله يا اخي انا المشكله عندي يبغى لي تراخيص. ايش اول مشكله عنده؟ تراخيص. اقول له ما شاء الله انت مشكلتك تراخيص. اسامه يقول انا اول مرحله بالنسبه لي، الان خلينا نقول هنا المرحله الصفريه، هذه مرحلة الصفر لنا جميعا أنا أسامة. أسامة يقول أنا أول مرحلة بالنسبة لي مزعجاني، مش عارف كيف أسوي تراخيص. فبالنسبة لأسامة أول مرحلة ما هي؟ ها ذكر التراخيص، تراخيص البناء. بعد ذلك أسامة ما شاء الله الفلوس موجودة، عنده مرحلة اسمها مرحلة الآن أنه الآن سيقوم بعملية البحث عن مقاول، البحث عن مخطط، يسوي مخطط. بعد المخطط عنده الآن مقاول، الآن الاتفاق مع المقاول، عنده الاتفاق مع مقاول. وبعدين عنده الآن مرحلة البناء، بعدين عنده مرحلة الإكساء، بعدين عنده ما شاء الله مرحلة هي مرحلة التأثيث، بعدين عنده مرحلة النقل. يوه والله كثيرة يا أسامة صح؟ حاجة بسيطة. شوف عنده إيش؟ تراخيص، البحث عن مخطط، الاتفاق على مع المقاول، الآن عنده مرحلة بناء، الإكساء، التأثيث، النقل. أنا لما جيت أبغى أبني بيت أول مشكلة عندي لا عندي أرض ولا معي فلوس ولا معايا أصلا أي إمكانية موجودة. فأنا بالنسبة لي أتشارك معاه بنفس الهدف، لكن أول مرحلة كانت بالنسبة لي إيش هي؟ الحصول على قرض. فأنا أول مرحلة عندي إيش هي؟ واحد لحظة أنا تحت الصفر عنده الآن، أنا أول مرحلة عندي الحصول على قرض. جيد. وبعدين بعد الحصول على قرض عندي مرحلة جديدة إيش هي؟ مرحلة الآن شراء، شراء أرض. وبعدين مرحلة ثانية عندي الآن استخراج تراخيص. وبعدين عندي مرحلة اللي هي البحث عن من؟ البحث عن مخطط، عندي مخطط. وبعدين بعد المخطط عندي مشكلة ثانية، أنا برضو محتاج القرض رقم كم؟ 2. فأنا أحتاج لمن؟ إلى قرض. وبعد القرض أنا أبدأ أرجع زيه. إيش حصل معي الآن؟ مرحلة الآن البحث عن مقاول، مقاول، ثم الآن البناء، ونطلعها بس عظمة. بعدين أدور مقاول جديد وأجيب مقاول جديد، وعندي الآن مقاول، بعدين كده عندي الإكساء، وبعدين الأولاد إن شاء الله، إن شاء الله الأولاد بإذن الله بيأثثوا، يكملوا لما يتزوجوا وكذا ويأثثوا، وبعدين الأولاد إن شاء الله ينقلوا مرحلة النقل. زين إذا أرجو أن تتذكروا إحنا لما نجي نسوي مشروع لا تخطط بناء على قدرات غيرك. أكثر مشاكلنا في العبارة التالية سأقولها يا أخو سامة، تعرف شيء؟ نقول دائما احلم بلا حدود بس عش وفق المحدود. تذكروا لما تبغى تخطط ما في شيء بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا نقدر نحقق الهدف، بس مشكلتنا أحيانا نكبر الهدف أكثر من إمكانياتنا، وذاك نجي في نص الطريق ونورا أن ما خططنا على إمكانياتنا نحن. خلي الحلم عندك كبير بس سوي الشيء اللي يتناسب مع من؟ مع قدراتك، وإن شاء الله راح تصل. جزئ الهدف عندك إلى مراحل وإن شاء الله تصل. احلم بلا حدود وعش وفق المحدود. كلمة عش وفق المحدود تحتاج منك أنك تكون سألت أسئلة المعرفة بشكل جيد حتى عرفت إيش الإمكانيات الواقعية الحقيقية الموجودة عندك. البعض من الإخوة لما نقابلهم، خاصة بصراحة أنا قابلهم في القطاع الحكومي اللي يكون أصلاً ما يدفعش فلوس من جيبه، يجيب لي مشروع ويجيب لي قفزات كبيرة جداً، تقول له يا أخي ترى أنت ما حسبت الواقع، مفروض تحسب الواقع. إيش هي الخطوات اللي تحتاجها بناء على من؟ على واقع. دعونا بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا نسكن بيوت ملك أنا والأخ أسامة. شكرا للأخ أسامة الله يجزيك كل خير. شكرا لك. طيب إذا لاحظوا معي الآن كيف راح نسوي، كيف راح نقوم بعملية الآن بناء هيكل تجزئة العمل. أول شيء بتجيبوا ورقة، بتجيبوا قلم، بتحددوا إيش الواقع
بتحددوا ايش المأمول، لا تدخلوا في التفاصيل، ايش الواقع، ايش المأمول، ايش الخطوات اللي نحتاجها للسلم، كم خطوة نحتاج. كل مجموعة تقول خطوات بناء على من؟ على قدراتها اللي هي موجودة عندنا. فهي كتجزئة العمل، احنا مفترض سنقوم بعملية الآن أخذ البرنامج اللي هو المشروع الهدف الكبير، سنحول المجموعة مشاريع، المشاريع نحولها المراحل، مراحل نحولها المهام، مهام نحولها الحزم عمل، ثم نحول هذا كله الوحدات ثم أنشطة. بتقول لي كيف؟ شوفوا معي النموذج التالي، النموذج بالشكل التالي، نموذج بسيط. شوفوا النموذج، أولا اكتب الهدف العام لمشروعك، تذكروا اللي كتبناه أول، اكتب الهدف العام لمشروعك طق طق، معناه نقطتين فوق بعض، يعني الهدف العام مشروع طق طق، يلا اكتب الان هنا اسم مشروعك، ما هو اسم المشروع عندك، المشروع اللي تريده. هذا الخط نسميه الخط الزمني للمشروع. صفر معناه لم نبدا، 100% معناه دن، المشروع ماله انتهى، خلاص انتهى، اكتمل المشروع، اصبح الان ننتقل لمرحله التشغيل، خلاص المشروع الان يصير حاله تشغيل، او انه ممكن يكون حتى قيمنا، لو دخلنا عمليات تشغيل يصير حتى عندنا عمليات التقييم. نزل الآن أول مرحلة، أول مرحلة عندي ما هي المرحلة الأولى يا ترى في مشروعك؟ اكتب اسم المرحلة، فلنقل قلت المرحلة الأولى مرحلة التخطيط، فلنقل إذن اكتب الآن مرحلة التخطيط، هذا مرحلة واحد. اثنين، حدد ما هدفك من هذه المرحلة. أعرف الآن بتقولوا لي كيف نكتب الهدف، أقول لك بعد شوية، إحنا هذا النموذج بنحطه قدامنا كل شوية بنفصل فيه بنفصل فيه، بعد شوية بوريك كيف تكتب الهدف المرحلي بشكل دقيق، بس الآن اكتب الهدف المرحلي كيف ما اتفق، بعد شوية أنا بوريك كيف تحوله لسمارت. طيب بعد ذلك حدد ما هي إجراءات تنفيذ هذه المرحلة، ماذا ستفعل حتى تستطيع تنفذ هذه المرحلة. ثم بعدين سؤال، يا ترى ما هي متطلبات التنفيذ، فلنقول أنا أقول هنا عندي الآن، الآن عمل شراء بيت، قلت عندي إجراءات التنفيذ، الآن عندي تعميد مقاول، الاتفاق مع المقاول، توقيع العقد. المتطلبات يكون معي بطاقة هوية، يكون معي فلوس عشان أدفع للمقاول القسط الأول، يكون معي الآن مقاول وجدته عشان أستطيع عمل، هذه اسمها متطلبات. ثم السؤال، من المكلفين بالعمل، من الاستشاريين اللي تحتاجهم في هذه المرحلة، من سيشتغل معك في هذه المرحلة تحديدا مش كل المشروع. ثم السؤال، ما هي ميزانية هذه المرحلة فقط، وكأن هذه المرحلة عبارة عن مشروع منفصل بذاته، كم تحتاج معي فلوس هنا لهذه المرحلة تحديدا. ثم سؤال آخر، يا ترى كم زمن هذه المرحلة، هذه المرحلة كم الزمن الخاص بها. ثم بعد ذلك سؤال أيضا، سؤال ما هي مؤشرات تحقق هذه المرحلة، إيش الشيء اللي يدل لنا أن هذه المرحلة مالها انتهت، يعني مثلا شراء الأرض، ما المؤشر التحقق، هذه مش مؤشرات أداء، هذه مؤشرات تحقق. شراء الأرض إيش المؤشر يدل لنا أن انتهت، إذا صار الصك باسمي، جيد، وجود الأرض ليس مؤشر لأنه ممكن تكون مش حقي، لكن وجود صك باسمي انتهينا. البيت، السكن في البيت، وجود الآن المبنى وأن انتقلت للسكن، إذا عندي الآن ما المؤشرات، ثم أنتقل ما المرحلة الثانية، أكتب المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، أقوم بكتابة المرحلة الثالثة. مش لازم يكون عندك ثلاث مراحل، ممكن تكون أربع، ممكن تكون خمس، ممكن تكون ست، ممكن تكون عشر. قبل ما أوريكم على صورة مثال، بس عندي شيء بسيط أبغى أوريكم عليه. هذه الصورة اللي شايفينها لازم تعرفون المراحل ما راح تجي بالتتابع على خط الزمن، ما تجي هي كذا بالتتابع اصلا، احنا عارفين هذا الكلام بس نريد ان نشوفه قدامنا. عارفين الستاير اللي تجي شرايح وتدخل شريحه ورا شريحه، الاصل في هذه المراحل ان هي بعضها نسميها مراحل متوازيه، يعني في نفس اللحظه تحصل، احيانا تكون مراحل متتابعه يعني لازم تخلص واحده بعدين تجي الثانيه، احيانا تكون مراحل متداخله. كم حالة عندنا؟ شو معي الحالات في هذه المراحل؟ بوريكم الآن على الحالات وشو معي الحالة، هذا اللي يساعدنا نسرع المشروع. إذا عرفنا المراحل وكتبناها سنستطيع أن نسرع المشروع بشكل أسرع. في شيء ينضغط وفي شيء ما ينضغط، وهذا الشيء اللي ما يعرفه بعض المدراء، نقول له يا أخي ترى في شيء ممكن أضغط لك الوقت بس أخلي لك بالجودة، ممكن أظلمك أنا، لذلك أنت اضغط المشروع بما يتوافق مع عمليات التسريع. كيف عملية التسريع؟ لاحظ معي هنا نسميها زمن المشروع، زمن المشروع. في عندي النوع الأول، أول نوع مراحل بالتوالي، يعني ما يمكن يحصل هذه إلا إذا حصلت الأولى. ستارت معناه F بداية، وبعدين عندنا من فينيشت انتهينا، بعدين تبدأ من S، بعدين يبدأ عندي من F. نقول هذه المرحلة لا يمكن أن تبدأ إلا إذا انتهت من هذه مرحلة، يعني مثال لا يمكن أن أصور أوراق الاختبارات في الكنترول قبل ما يسلموني أصلا الاختبارات، صح؟ يعني ما أقدر، يجيني مثلا مدير مدرسة يقول لي ليش حتى الآن أنتم ما صورتم الأسئلة، يا حبيبي حتى الآن أنا ما استلمتها أصلا، خليهم يسلموا لي عشان أصورها.
ما يمكن الآن أن ننفذ الحفل قبل ما احنا ندعي أولياء الأمور ونسوي منبرافات. إذا في أشياء ما أقدر أسويها. إذا هذه لا يمكن عملية ضغطها. لتوضيح هذه الفكرة سأوضح الفكرة بشكل مهم. معليش خذوني كذا شوية على قد عقلي بس بوريكم شيء. اعتبروا أن هذه مرحلتين، هذه مرحلة ومرحلة، اعتبروا أن هذه هي المراحل. جيد، فنقول إن لو قلت لكم شفت الشرائح مش تقول زي ستارة، لو قلنا عندنا مراحل بنقول في عندنا حالة بهذا الشكل. ما يمكن أبدأ، ما يمكن أبدأ في هذه المرحلة حتى أنتهي من ماذا؟ من هذه المرحلة. لازم أخلص هذه المرحلة ثم أنتهي لذي. مثلا لو تشوف في الحرم، في الحرم في البناء في الحرم عندنا تحديات. في أحيانا تدخل تلقاهم جالسين يبنون والناس يصلون عادي مش مشكلة. في مناطق هذه الطريق، في مناطق لا. مثال على ذلك، ما يمكن أبني المطاف إلا إذا شلت البلاط اللي تحت. إذا معناه لازم عندي مرحلة ما يمكن، لازم أشيل البلاط، لازم أوقف الطواف. هذه مرحلة. زين، طيب إذا وقفت الطواف كارثة صح؟ إذا ممكن أحط طواف من فوق وأسوي. إذا ليش حط المطاف فترة من فترات؟ لأنه عنده عملية لا يمكن تحقيقها إلا إذا عملت هذه العملية. زين، إذا هذه الحالة رقم كم؟ واحد. الحالة رقم واحد حالات تتابعية. اللي فنان في إدارة مشاريع يفهم إنه يا أخي أنا ما أقدر أسوي لك هذه إذا سويت لك ذي. بعض الإخوة زي ما يقولوا كذا، الإخوة المصريين يقول يعمل لك البحر طحينة. يقول سهل، كل شيء سهل، اللي تبغاه أنا أسوي لك. ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن أسوي ذي إلا إذا سويت ذي. جيد؟ طب إذا لاحظوا هذه حالة رقم كم؟ واحد. في عندي حالة ثانية، هذه نقدر نسرع فيها. إيش الحالة الثانية اللي نسرع فيها؟ في عندي حالة اسمها حالات متوازية. كيف متوازية؟ أنا ممكن الآن ممكن أسوي أشتغل الثنتين سوا، أسوي العمل بالتوازي. هذه هي التي ممكن نجيب موظفين ونسرع. ترى ذي هذه الثنتين والله لو تجيب فريق عمل خرافي جيد ما راح تقدر تخلص، لازم ذي تخلص. أما الثانية لا، الثانية ممكن أصلي. هذه عندنا ستارت وبعدين من إف، ونفس الوقت ستارت وإف. يعني أنت لو جبت الآن عمال معاك تقدر تكمل الثنتين. مثال، ما شفته عند الحرم يكون فيه عندك برج موجود تحت الفندق مفتوح والناس ساخنين وفوق يبنون؟ هذه اثنين عمليات بالتوازي. يعني ممكن أشغل الآن إذا سويت أربعة براي ستة براي سوا، كيف تكون شكلها؟ بتكون شكل المراحل بالشكل التالي. هذه عملية وهذه العملية شغالة في نفس اللحظة، لذلك نسميها من؟ بالتوازي، عمليتين سوا. مثال على ذلك، أنا ممكن الآن أقوم في لجنة الكنترول بعمليتين بالتوازي، تصوير الاختبارات، تصوير الاختبارات وإعداد الأوراق وإعداد الأماكن وطاولات الطلاب وتجهيزها في نفس اللحظة، أليس كذلك؟ فهذه عمليتين بالتوازي، لأنه لا يوجد ارتباط بين الثنتين في عملية التنفيذ. إذن هذه حالتين ثانية. طيب عندي رقم ثلاثة، حالة ثالثة اسمها حالة التداخل. هذه بس خلنا نقول عنها من؟ التوازي. في عندي حالة اسمها التداخل. هذه التداخل تنم عن خبرة عند الشخص. كيف عند خبرة عند الشخص؟ لاحظوا معي، احنا نقول وانت شغال اذا حصل كذا ابدأ، وانت شغال اذا حصل كذا خلاص انطلق. يعني شو اقول؟ شوف في لجنة الكنترول، انت شغال في لجنة الكنترول، اذا حصل معاك الشيء التالي، اذا بدأت الان عدينا جدول الاختبارات واستلم كل مدرس جدول الاختبارات، ابدأ الان في توزيع اللجان. يعني أقول له ليش؟ طيب لأنك وقتها راح تعرف كم اللجان اللي عندك، كم الجدول الموجود صح؟ فأقول بس مش لازم تنتظر حتى يبلغ كل الطلاب. فأقول عندي الآن أنا في لجنة كنترول، أقول عندي الآن مفروض لجنة كنترول أنما سأقوم بعملية إعداد جدول الاختبارات. إذا عديت جدول الاختبارات حتى التبليغ هنا ماذا؟ تبليغ أولياء الأمور جدول الاختبارات والطلاب. بس أقول له ترى مدير المدرسة إذا وقع اعتمادها لا تنتظر حتى الطلاب يبلغون بالجدول، على طول هنا توقيع من؟ مدير مدرسة. إذا وقع مدير مدرسة على طول قم بعملية مشروع أخرى ماذا؟ توزيع الجدول على من؟ على المعلمين. فعندي مرحلة، عندي شرط، هذا الشرط لازم إذا تحقق ابدأ انزل هنا. هذه عملية نسميها عملية تداخلية. هنا التداخلية طبعا كلما لاحظوا الجزء الحرج فيها، إيش الجزء نسميه كذا؟ إحنا نقول عنه المسار الحرج. المسار الحرج فيها هو هذا صح؟ يعني هذا اللي أنا ما أقدرش أتعامل معه. يعني بمعنى لو شفنا العملية كلها كيف طولها، هذا طول العملية. فنقول يا أستاذ يا أستاذة لو سرعت لنا ترى بذا أنت تخدمنا نسرع بمن؟ بالاثنين دولة، أليس كذلك؟ فنقول له أرجوك حاول تعجلنا عشان موضوع التوقيع، لو وقعوا المدير إحنا خلصنا ورانا كثير أعمال أخرى مرتبطة به. فهنا يصير عملية تسريع. لكن ماذا لو حصل أنه سرعنا في ذا؟ استفدنا شيء؟ هذا الجزء ما مش مهم انك تسرع فيه. مهما سرعت بعد التوقيع احنا ما استفدنا شيء، لان يعني مرتبط بعمل اخر.
جيد. إذن عندنا هذه حالات ثلاثة. أما الكتابة لما نيجي نكتبها في البداية ما نبغاش نكتب التفاصيل كلها، إحنا في البداية نبغى بس نطلع من نطلع الحالات. فعندي الآن أبغى أطلع الحالات عشان أطلع المراحل الموجودة لدي. كيف نكتبها؟ سنكتبها بالشكل التالي. هذا مثال الآن لمجموعة مراحل عندي في مشروع. هذا مشروع عندي، لاحظوا الآن عندي الآن المشروع، هذا أهدافه، هذه مراحل المشروع. بس لاحظوا معي الآن عندي هنا هذه مؤشرات الأداء، أول مرة راح تطلع هنا اللي اسمها إجراءات التنفيذ، بتطلع المؤشرات. عندنا أيضا مؤشرات الأداء لكل مرحلة، بيطلع عندي مؤشرات النتائج، بيطلع عندي أهداف المحفظة أو الإدارة العليا يبغوا مؤشرات نتائج رئيسية. إذا الأول مرة المؤشرات راح تبدأ تتضح عندنا في هذه الورقة، لذلك نقول إحنا هذه الورقة ما لها هامة. أعطينا مثال خلنا نشوف قدامنا هيكل تجزئة عمل حقيقي. هذا مشروع وهذا مثال مشروع حقيقي. هذا مثلا عندي مشروع من 2005 حتى 2014. أول لما اشتغلت عليه في 2005 كان البعض يرى أن الموضوع ذا ماله حلم مش حقيقي. أنا أكلمكم الآن في 2019 كل هذا ضن، وصار الآن عندنا عملية تشغيل. الغريب كان الهدف اللي احنا مستهدفينه في وقت من الأوقات، لو تقرون هنا الورق وتدققون فيه، كان هدفنا نبغى نصل 3000، اليوم عندنا 350,000. أقصد عدد المستفيدين. إذن المهم بالنسبة لك أنه كل مرحلة الناس يكونوا عارفين إيش الشيء اللي بيسويه. أنصحكم نصيحة، هذه الورقة اللي بتعدوها هيكل تجزئة عمل المشروع لازم ينحط في ردهات المبنى. يعني إحنا ماشيين كذا بالأسياب نمر نحصل مثلا مشروع تحسين اللغة العربية إيش إجراءاته؟ ليش؟ عشان المعلمين يتعودون عليه، يعرفون متى فين وصلنا، إيش خلصنا، إيش مراحل اللي انتهينا منها، إيش إحنا رايحين المرحلة اللي بعدها. طب إحنا فين وصلنا اليوم في مشروعنا؟ إحنا وصلنا على الخط الزمني فين؟ أي مرحلة إحنا متوقفين فيها؟ طب إيش اللي يلزمنا عشان نروح المرحلة الثانية؟ طب إحنا ماشيين في المشروع ولا متأخرين؟ هذا كله بيساعدنا فيه الخط اللي اسمه الخط من الزمني للمشروع. هذه الطريقة بتنظم أفكارك بشكل كبير جدا، وبتخلي أي أحد يدعمك. ليش؟ لأنه عارف أنك أنت عارف إيش الشيء اللي تبغاه، عارف تماما الخطة الإجرائية اللي تريد تقوم بعملية تنفيذها. حتى إحنا لما نجي نركب مؤشرات نصير نعرف فين بنركب لك المؤشر. تذكر لما قلت لكم أنه زي اللمبة؟ لأن أنا كذا عرفت المخطط وعرفت أنت فين تبغى اللمبات أركبها. ليش؟ بقول ممتاز، إذا في هذه المرحلة تبغى أنا أركب لك مؤشر، بركب لك مؤشرين أو ثلاثة، هنا بركب لك ثلاثة، هنا بركب لك أربعة مؤشرات. صرت أعرف فين بركب لك المؤشر. لكن أول أنا ما أعرف مشروع فين سيكون عندي مؤشر أركب فيه. هذا سيتضح من خلال التمرين. بس قبل سأخذ مداخلة من الأستاذة، تفضلي. لا انت الان في البدايه سترسمونه كله بهذا الشكل وتكتبون لنا كل مرحله كم زمنها. احنا بعدين عندنا استاذه في مرحله عندنا في اداه خاصه بالتزمين راح تخليها تتداخل اسمها جانت شارت. في جانت شارت هذه بناخذها بكره ان شاء الله سبحانه وتعالى، بارسمك كيف انه كل مرحله تتداخل مع المرحله الثانيه، برسم لك تداخلات. بس انا ابغاكم الان تطلعوها لي. لكن ليش انا وضحت لكم ذي النقطه؟ لانه بعد شويه بعض الاخوات اثناء التفكير يبدأ يقولوا المرحله دي هي مرحلتين ولا مرحله واحده، هي متداخلة ولا منفصلة، هي متابعة ولا كيف. فتجدون أنفسكم بأنفسكم تبدأون ماذا تفعلون، تناقشون هذا النقاش. لكن التركيز الزمني والفيصل الزمني في موضوع الزمن لن يظهر معنا إلا جانت شارت بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد ما نكون خلصنا الأهداف اللي اسمها الأهداف الإجرائية التشغيلية. وقتها رح يطلع معك الزمن بشكل صحيح وتقدر تحسبه بدقة. وبعدين بكرة سأتكلم أيضا عن شيء اسمه بيرت، نموذج بيرت معناه المسار. شفتوا هذا المسار؟ بوريك كيف هذا المسار تحسبه بسرعة وتطلع له مؤشر. يعني أنت مش لازم تنتظر حتى تجي النقطة ذي القاتلة، لأنه ممكن تحصل النقطة ذي وأنت مش جاهز، صح؟ فلازم تركب لك مؤشر أو مؤشرين هنا عشان تدلك إحنا جالسين نقترب، انتبه يلا انتبه. زي لما نقول لك يعني الآن أنا أبغى أسوي لك كوب شاي في غلاية موية، إيش النقطة الحرجة بالنسبة لي؟ أنا حطيت الموية وشغلت الغلاية، إيش النقطة الحرجة؟ ها؟ إنه يعطيني طق، الموية يغلي تسمع صوت بعدين طق طق، معناه انتهى عملية التسخين، صح؟ طيب أنا مفروض أني أنا الآن بعد ما شغلت السخان والمويه يغلي مفروض بسرعة أروح أجيب الكوب، أجيب الملعقة، أحط الشاي، أجهز نفسي، ممكن حتى أرد على التليفون. بس أول ما أسمع طق لازم بسرعة ماذا أفعل؟ أتحرك وأسكب، لأن لو ما سكبت ماذا سيحصل؟ سأضطر أعيد العملية مرة ثانية وراح أسخن. إذا النقطة الحرجة عندنا هي نقطة من؟ طق. طيب سؤال، أنا كيف أعرف أنه بيطق ولا ما راح يطق سخان؟ كيف بعرف؟ المفروض هم يكتبوا لي على السخان
كم الوقت المستغرقه عملية تسخين متوقعة؟ هل ممكن يحطوا لي تايمر كذا يوروني بو كم باقي عشان أكون بعيد وشايف التايمر كذا وأشوفه؟ هل ممكن يحطوا لي لمبة تولع؟ كل ما طورنا هذه المؤشرات كل ما أعطينا الناس قدرة أن يتحركون أبعد عن السخان صح؟ إذا ما طورناها يقول عندهم مفاجأة تتصل تمسك ألو طق معلش أسف أسف عندي الآن طق السخان. إذا نفس الشيء كل حياتنا بنفس الطريقة لازم نعطي مؤشرات عشان نستطيع نستمتع بعملنا الإداري عشان ننام في العاصفة. جاهزين نبدأ بسم الله؟ عندنا التمرين نفس الشيء أيضا، هذا التمرين سيأخذ مننا وقت شوية. هذا التمرين سيكون على ورقة A0 كبيرة وراح نسوي المؤشر. نصيحتي لكم استمتعوا بالتمرين وطبق التمرين لأن هذه أهم ورقة في تمرين هيكل تجزئة العمل ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء المقام حاليا في مدارس الرؤية في الكويت. دكتور محمد العمري متلاحظ الزملاء الآن في ورشة عمل لبناء هيكل تجزئة العمل للمشروع، وهذا المشروع سيكون مرتبط بمؤشرات الأداء وآلية قياسها. متلاحظ الزملاء الآن في ورشة عمل تطبيقية يركز الدكتور على عملية التطبيقات والتطبيقات والتطبيقات. راح نزمل الآن في تمرين طلبات التنفيذ حضور دورة الدكتور محمد العامري. حلو، أنك متخصص دكتور بس لا تحطها باسم الشخص. حضور الدورة في بناء مؤشرة كذا بصير يعني مكشوف يعني ولا زكي الله يا حدا. عليه السلام. طيب حط رقم جوالي. مثل هذا الزملاء ما شاء الله فرشة عمل فعالة نقاشات عبارات ما شاء الله ما شاء ماشي. احنا موفرين له شيء يبقى ميزانية مكافحة المدربين. هنا مؤشرات الأداء المقامة حاليا في الكويت تقدمها الدكتور محمد العامري. الآن لدينا تمرين حول بناء إجراءات بناء هيكل تجزئة العمل للمؤشرات. كما تلاحظوا الزملاء الآن فرشة عمل لبناء مؤشرات، نقاشات ودورات لبناء المؤشرات. تواعد كبير جدا ما بين المجموعات. كل مجموعة الآن تقوم ببناء هيكل تجزئة العمل اللي عملها. ناخذ عندنا 10 مدربين، كم قسم عندنا؟ خلينا نقول 10، كل قسم 3000 هاي تقريبا. نقاشات وحوارات ما شاء الله، نقاشات بين المجموعات، بناء هيكل تجزئة العمل المشروع. خاصة بالمدرسة، لازم المدرسات وخاصة بالمدرسة. مجموعات في حالة نقاش، مجموعات في حالة حوار، مجموعات في حالة حوار، مجموعات في حالة نقاش. تفاعل كبير جدا ما بين المشاركين. تمرين بناء هيكل تجزئة العمل والمجموعات ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء الآن المقامة في الكويت. كما تلاحظ الزملاء الآن في تمرين تأسيس بناء هيكل تجزئة العمل، وكما تلاحظون الآن ورشة عمل فعالة، نقاشات، حوارات بين المجموعات. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الشغل حلو ذا ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنتم إيش استفدتم لما عملتوها؟
لا ايش استفدتوا من هذا التمرين؟ استفدنا وضوح المرحله الجايه. ما شاء الله. عدم خوف المفاجآت. يا سلام. صار في تركيز أكثر. ما شاء الله. ما شاء الله. طب نعلقها بسم الله. نعلقها بسم الله. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. شكرا لكم. رائع. مجموعات اخرى تعالوا بنا نشوف المجموعه هذه. ما شاء الله. تقسيم هي تقسيم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حد يصورني يا جماعه عشان انا خلصت. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب علقوها لنا، ثبتوها لنا في الركن. ثبتوها لنا في الركن ما شاء الله. خلنا نثبتها في الركن شباب ما شاء الله. ثبتوها لنا في الركن ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المجموعات كلها ما شاء الله تفاعل يعني كبير جدا بين المجموعات. هذا ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء المقام حاليا في الكويت في مدارس الرؤية. ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا من هيكل تجزئة العمل؟ أنت الآن كقائد لما قمت بكتابة هيكل تجزئة العمل، أتوقع إن شاء الله أن هيكل تجزئة العمل ساعدنا في وضوح المشروع أكثر، لكن مهم بالنسبة لي أنت ماذا استفدت؟ تفضل سأل. تنظيم ما في عقولنا على الورق. يس. يا سلام، نقل ما في عقولنا إلى الورق، نقل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة، بدأنا الآن ندير المعرفة أكثر، شكرا لك. أيضا؟ إعادة ترتيب الإجراءات. يا سلام. صار عندنا الآن ترتيب الإجراءاتنا، ترتيب المراحلنا، هذا جميل. تفضل. ترتيب الأفكار من جديد، رائع. تفضل. وضوح الطريق، هذا جميل هذا الكلام. تفضل. نقدر ننام الآن في العاصفة أكثر، رائع. تفضل. يا سلام، كلام جدا جميل. طب الآن عندي شيء جديد. تفضلي. يا سلام، بيكون عندي الآن قدرة على القياس والتنبؤ. إن يكون عندي الآن قدرة أكثر إني أستطيع أقوم بعملية القياس وأستطيع أقوم بعملية التنبؤ. طيب إحنا الآن بناء على هيكل تجزئة العمل وضح لنا معايا إخوة أخوات، وضح لنا الآن عندنا مراحل. إحنا ما راح نمسك كل المراحل للتطبيق، سنمسك مرحلة واحدة ونغوص فيها أعمق. يعني احنا ماذا سنفعل؟ كل مجموعة تختارون احد المراحل، ما اقولش امسكوا المرحلة رقم واحد، اختاروا احد المراحل ونقوم نغوص مرحلة اكثر. ايش اول مهمة عندنا؟ اول مهمة عندنا ان نقوم بعملية صياغة الهدف المرحلي بشكل صحيح. يعني نرجع الان لعملية صياغة الهدف المرحلي بشكل صحيح. طيب هذا الهدف المرحلي كيف يكتب؟ عندنا في شيء جديد ساقول لكم. قبل ما اتكلم عن هدف مرحلي سمارت، انا ساتكلم الان عن شيء اسمه التارجت. اقول ما معنى كلمة التارجت؟ طيب بحكي لكم قصة، ما دام عجبتكم حق العاصفة سأحكي لكم قصة. أحد المصانع، مصنع، هذا مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات. مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات. المصنع كان شغال بشكل جدا ممتاز. المصنع ينتج قطع غيار وما شاء الله المصنع عليه متحرك وجدا رائع. فجأة حصل شيء جديد. بدأ الإنتاج لقطع الغيار ينخفض رغم أن عدد الموظفين كثير، بس كل مرة جالس ينخفض. يعني في اليوم صار ينتجوا 800 قطعة، بعد شوية صار ينتجوا 600 قطعة، بعد شوية صار ينتجوا 400 قطعة، يعني التراجع كبير جدا في عملية الإنتاج. نفس عدد الموظفين، نفس الأعمال، بدأ صاحب المصنع ينزعج بشكل كبير جدا، فبدأ يغير المدير التنفيذي، غير مدراء إدارات، مع ذلك ما زالت حتى الآن عملية تراجع في نسبة الإنتاج، مش في المبيعات، تراجع في الإنتاج حق المصنع. ما عارف ماذا يفعل، قرر إن هو يبحث عن حل، غير مدير، غير مدير، غير مدير، لكن حتى الآن الأمور ما تتحسن. اضطر انه يجيب واحد اخصائي نفسي، قال بجيب واحد كذا
اخصائي نفسي واخليه يكون يجلس مع الموظفين، يمكن لو جلس مع الموظفين يمكن انه ترتفع الروح المعنويه لهم. هذا الاخصائي النفسي جاء جلس مع الموظفين مره مرتين ثلاث، ما ارتفع ايضا الانتاج. طب هو يدفع له راتب بس ما في انتاج. في الاخير غير المدير المره الثانيه، غير المدير المره الثالثه، غير المدير المره الرابعه، ما في الانتاج كل مره جالس ينخفض، وصل لمراحل غير طبيعيه. يعني صار الانتاج يصل مرحله 40 قطعه بس، من 1000 الى 40 قطعه، يعني شيء غريب، المصنع ممكن يفلس. فما عرف ماذا يفعل، اسقط في يده. استدعى الاخصائي النفسي قال له تعال ايش نسوي، انا كل الحلول سويتها ما انا عارف ايش اسوي، انا شكلي راح اقفل المصنع خلاص، شكل الموظفين عندي ما هم قادرين على الانتاج. قال له عندي حل. قال له تفضل. قال له ايش رايك لو حطيتني انا مدير؟ قال له انت ايش دخلك؟ قطع غيار سيارات، انت رجل حق علم نفس، ايش دخلك في قطع غيار السيارات وانتاجها؟ لا انت مهندس ميكانيكي، لا انت. قال له يا اخي جربني، انت قد جربت كل الناس، طب جربني حطني انا مدير. قال له طيب تدري انا اصلا مقفل مقفل، خسران خسران، وانت دافع لك راتبك لنهايه الشهر دافعه، يعني انت بنفسك خساره علي. فايش بيتغير؟ اسمك بدل ما يكون مستشار بحطك مدير، بس خسرانه خسرانه خربانه خربانه حتى نهايه الشهر، خلاص عيناك مدير تنفيذي على من؟ على المصنع. قال له شكرا، انت عينتني؟ قال نعم. قال له انا عندي شرط. قال له لا بتتشرط علي. قال له عندي شرط، ما تتدخل ابدا، عندي لين نهايه الشهر لا تتدخل، اترك لي ارجوك الموضوع، اترك لي الموضوع حتى نهايه الشهر جرب. قال له طيب. وصدر قرار من المالك لكل الناس انه في مدير جديد سيمسك المصنع، هذا مدير ماذا نسميه الان؟ قالوا انه فلان سيكون مدير عام المصنع. صاحبنا هذا المدير الجديد للمصنع متوقع انه في اليوم الثاني يداوم في اول دقيقه، صحي الصباح بدري يتمطط وقام جالس يتفرج التلفزيون ولا راح المصنع ولا حتى اتصل عليهم، والناس مستغربين فين المدير، متى بيجي متى بيجي، ما راح لهم ما راح ابدا. في تمام المصنع يشتغل على ورديتين، ورديه صباحيه ورديه ماذا مسائيه. الورديه الصباحيه تبدا من الساعه السابعه تنتهي في تمام الساعه الثالثه، الورديه الثانيه تبدا في تمام الساعه الرابعه تنتهي في تمام الساعه التاسعه. في تمام الساعه الثانيه والنصف صاحبنا خرج من بيته ومعاه فقط قلم، معاه قلم جيد، خرج من بيته وجاء انتظر عند باب المصنع. الناس هم خارجين تفاجئوا واقف عند الباب، واقف المدير العام الجديد اللي هو اخصائي النفسي واقف عند الباب. فمدير الورديه حق الصباح قالوا له ترى المدير عام برا. طلع قال له نعم طال عمرك، ترى احنا انتظرناك الصباح، ليش ما جيت؟ احنا والله كان نبغى نطلعك على عملنا ونعطيك. قال له لا تطلعني على عملكم ولا تعطيني فكره على المصنع ولا شيء، انا واثق فيك واثق في قدراتك وانتم ناس ممتازين وجدا رائعين، وبالعكس انا جدا واثق، من كثر ما انا واثق فيكم ما ابغى ازوركم، انا واثق. قال له بس انت تعرف المصنع جالس يتراجع وياكل. اهدى اهدى اهدى، انا عارف المصنع عارف وضعه، ابغاك بس ساعدني. قال له ايش تفضل. قال له كم انتجتم قطع؟ قال والله كان نفسي. هذه اكبر كارثه نحصلها مع الناس الذين يتجملون، يقول لك لا نكذب لكنهم يتجملون، يصوروا لك انفسهم انهم فاهمين اكثر من اللازم وممتازين اكثر من اللازم وعندنا خطط. قال له يا اخي ما ابغى هذا، ارجوك اعطيني الحقائق، كم انتجتم من قطعه اليوم؟ قال له بصراحه إيه؟ قال له 46 قطعه. قال له بس هذا المطلوب، شكرا لك. اخذ القلم وكتب كذا عند الباب، عند باب المصنع سوى دائره كذا وكتب عليها ايش؟ ها 46 جيد. وقال له هذا القلم بحط لك هنا، القلم انا ايش اسوي؟ بحط لك هنا، اباك بس تعطي مدير الورديه اللي في المساء ايش تقول له؟ تقول له احنا اليوم انتجنا كم؟ 46. والمدير العام كان موجود في نهايه الدوام وهو اللي كتب 46، فرحان بنا فرحان بانتاجنا. قول له كذا، نقول له بس نقول له الصوره دي وقول له تقدر تكسر هذا الرقم القياسي؟ تقدر تغيروه؟ الصباح انتجوا كم؟ 46. جو الورديه حق المساء على الساعه 4 جايين يدخلون لقوا مكتوب 46. قالوا ايش هذا 46؟ قالوا الورديه حق الصباح كم انتجوا؟ 46. والمدير التنفيذي حط لكم القلم وقال لكم لو قدرتم تكتبون 46 حطوه بالقلم الازرق، ولو حطيتم اقل من 46 حطوا انتاجكم بالقلم من؟ الاحمر. واذا جيتم 46 نفسها حطوه بالقلم الكم؟ الاخضر. كم قلم عندنا؟ ثلاث الوان. اذا جبتم اعلى من 46 اشطبوا 46 واكتبوا رقمكم، اذا جبتم نفس ال 46 هذا الشيء اللي نبغاه،
إذا أنتم جبتم أقل حطوا باللون من الأحمر. قالوا لا حبيبي إحنا بنتحدى، إحنا بنوريهم حق الصباح ذولا، بنوريهم إن إحنا أفضل منهم. مدير التنفيذي ما جاش فترة مساء ولا راح، مدير التنفيذي راح ريح وجاهم متى؟ في آخر الدوام هم خارجين، قالوا أنتوا كم حطيتوا؟ قالوا إحنا سوينا 48. قالوا غيروها غيروها، أنتم أحسن من حق الصباح. راحوا إيش كتبوا؟ إحنا ما شاء الله علينا، ها كم؟ 48 يا حبيبي. مدير التنفيذي قال لهم والله أنتم رائعين، كفوا أنتم كفوا. حق الصباح جو قالوا 48، حق المساء سووا أكثر مننا، والله نوريهم والله نوريهم. وفعلا بدأ السباق وبدأ إيش يتحرك؟ تحرك المحرك. 46 48 47 49 50 60 70 100 1000 2000. الناس تحتاج إلى أمرين للتحرك: واحد وضوح الهدف، اثنين أن نتعامل مع الهدف بشكل كمي وليس شيء لفظي. حط قدامهم رقم قول لهم هذا الشيء اللي أبغى منكم. لا تتفلسف كثيرا في علم الإدارة، علم الإدارة سهل جدا. حط رقم وقول لهم كم تبغى منهم. لا تجلس تتفلسف لهم أنه نصائح يجب أن يكون لدينا أفضل خطة، يجب أن يكون أفضل إجراءات. لذلك أنا الآن انتهيت مرحلة اسم مرحلتها كتجزئة العمل. إذا نزلنا للتشغيليين، ترى التشغيليين ما يبغوا رؤية ورسالة، صدعنا الناس بالرؤية والرسالة، طفشناهم. كل ما ندخل مؤسسة يقول رؤيتنا رسالتنا. يا جماعة رؤيتنا رسالتنا هذا مجلس إدارة. أبغى التنفيذيين كم الرقم اللي يبغى يحققوه؟ إيش المطلوب اليوم نحققه؟ إيش الإجراء اللي لازم نسويه؟ علم الإدارة هو علم رقمي كمي. العجيب المصنع بدأ يحقق إنجازات جدا كبيرة. هذه القصة اللي قلتها لكم أنا تعودتها مع أكثر من جهة. رحت مرة مطعم، مطعم من المطاعم طلبوا مني استشارة، جيد مطعم ممتاز بس مع ظروف اقتصادية معينة عندنا حصل مطعم إيش بينهار بينهار. المصنع هذا المطعم فتح 3 فروع جديدة على أساس إنه الوضع الاقتصادي كان جدا ممتاز. فتح 3 فروع استأجرها أثثها، كان بس باقي إيش يسوي؟ ينقل عمال فيها ويبدأ تشغيل. جت فجأة قانون بوضع فلوس ووضع يعني الآن ضرائب جت جديدة فجأة فلوس على العمال، فوجد نفسه مش قادر يفتح هذه، ونفس الوقت هو بقى عقد ل10 سنوات استئجار، فبالتالي هو الآن فرطة. إذا شغل في عنده أزمة، وإذا ما شغل فهو دافع إيجارات والمكان فاضي، وفي نفس الوقت الإنتاج عنده في المطعم اللي هو الأساسي الفرع الأساسي عنده 3 فروع أساسية، الإنتاج جالس ينخفض جالس ينخفض جالس ينخفض. طلبوا مني استشارة، قال لي إيش ممكن نسوي؟ رحت عنده قلت له كم تارجت اليومي؟ قال لي ها والله ما أدري بس أنا خلني أشوف لك المحاسب. قلت له إذا أنت مش مدير يا أخي، إذا أنت بتعرف يوميا كم طاقتك الإنتاجية اليومية أنت لست مدير، لازم تعرف أرقام. قال لي بس إحنا عندنا رؤية. قلت له بلها وشرب ميتها، رؤية في وضع أزمة عاصفة ما نحتاجها، الرؤية هذه شيء فقط يكون موجود عند مجلس إدارة فوق عشان نعرف المسار. أنا أبغى الآن أرقام. فقال لي كيف؟ قلت له أنا ساعدك بس بشرط أمسك أنا الإدارة. قال لي كيف تمسك؟ قلت له لمدة أسبوع أنا ما أمسك لك إدارة. تعرف إيش سويت؟ شيء بسيط جدا، أنا طبقت نفس الفكرة. كم تنتجون يوميا في المطعم؟ وجبت الموظفين تعرفوا حق المطعم يكونوا بسطاء جدا. جيت ناديته أخ يمني قلت له شوف ما فيش عندي كلام كثير أقوله لك. قال لي يعني احنا بنسوي خطه. قلت له ما ابغاش نسوي خطه، ما ابغاش اسوي خطه، انت ايش تبيع؟ قال انا ابيع مندي. قلت له بس انا ابغاك تبيع مندي اكثر، بس اللي تسويه المندي اللي تسويه ابغاك تبيعه. قال لي يعني كيف؟ قلت له كل يوم كم تبيع؟ جبت له صبوره بيضه حطيتها عنده. قلت له يوميا كم تدخل؟ قال لي ادخل انا يوميا يعني بحدود 30,000. قلت له اكتب لي 30. قال لي كيف؟ 5,000. اكتب لي 5,000 بس حط لي رقم انت بدك تلعبه. قال والله الصراحه هي يعني 16,000. قلت له اكتب لي 16. حط 16,000. قلت له بكره اجي احصلها كم؟ تحرك لي الرقم ذا بس ابغاه يتحرك. 16 وريال انا ابوس راسك انت رائع. المفاجاه بالنسبه لي ثاني يوم جيت لقيتها 22,000. انا استغربت قلت له من 16 22,000 كيف سويتها؟ قال البارح ما نمت. البارح ما نمت تسوي؟ قال البارح سويت جروب واتساب جمعت الموظفين كلهم قريت عليهم. تقول ايش يعني قريت عليهم؟ قال لي جلست اقول لهم لازم اليوم يكون افضل، لازم نسوي، اتصلوا بعلماء الثانيين. قال لي قال لي تعال اوريك. جبت نعم. قال لي شوف اليوم احنا سويت حركه جديده. قلت ايش حركه جديده؟ قال جبت موظف اعطيته التليفون وقلت له يتصل بمن؟ يتصل بالمدارس، يتصل بذا كلهم يسوون خصومات. قلت له ليش ما تحركتش من اول؟ قال ما حد قد قال لي.
كل يجونا قبلك مستشارين يجلسوا يعطوني خطط واستراتيجيات، ما حد قال لي، انا رجل ما اقرا واكتب، بس انت تقول لي احرك الرقم ذا احرك لك ابوه. قلت له ممتاز، بكره؟ قال لي بكره انا اوريك. قلت له شوف شوف شوف، خلاص هذا الرقم ما يعجبنيش، تمام. وناديت الفرعين الثانيه، جبتهم، ايش قلت له؟ هذا الرجل يحقق يوميا كم؟ 22,000. هذا الرجل يتحداكم، انا ابغى فروع زي كذا، ها كم تقدروا تسوون؟ العجيب بالنسبه لي ان قدرنا نشغل الثلاثه فروع الثالثه بكفاءه جدا بعد حدود شهر ونص. الارقام، الارقام ترهب الناس. لكن يجب ان تتذكروا، لا تضغط اكثر من اللازم. يعني ماذا تحتاج؟ تحتاج الحكمه في التدخل. يعني بمعنى الضغط الدائم سيحرق الناس. لو تقول لهم لازم لازم، لا، خليهم بماذا؟ خليهم بإرادتهم، يعني خليهم هم اللي يبدعون. ولذلك تأتي عندنا كلمة اسمها كلمة التارجت. إذا ما المقصود بكلمة التارجت؟ كيف نجح القطاع الخاص في استخدام هذه الكلمة السحرية الموجودة عند القطاع الخاص والموجودة عند البنوك بمسمى كلمة تارجت؟ نادرا ما نسمعها في القطاع الحكومي، نادرا ما نسمعها في القطاع الخيري، كلمة تارجت. لو أعرفنا معنى كلمة تارجت لألهبنا موظفينا. أخذ مداخلة بس وبعدين أرجع للتارجت، تفضل. في المجال الاقتصادي سهل ان انا احدد بالرقم يعني النطاق الكمي، اما في المجال التعليمي برضه هيكون في، هل يتم التحديد عن طريق المخرجات على عن طريق النتائج؟ هل كيفيه؟ لو قلنا نريد ان يكون نسبه تحصيل الطلاب، نسبه نجاح متوسط الطلاب رقم كذا، نحققه. لو قلنا كم عدد البرامج اللي نبغى ننفذها، نقدر نحول كل شيء ترى الكمي، حتى الجانب من الوصفي عندنا. وذلك ما في عندنا شيء ما يتحول الوصفي من وصفي الى كمي، لكن السؤال ايش هو التكنيك؟ بعد شوي احنا شغالين بوريك كيف نحول كل شيء الى شيء ماذا؟ رقمي. عندنا اليوم علم الاداره شيء مذهل في تحويله وسهل جدا، بس الان ليس وقت اجابتي عليه. لكن انا معك السؤال هذا جدا رائع، في الامور الانسانيه يصعب، لكن في عندنا طرق وفي تكنيك سهل. طيب شكرا لك. إذا السؤال، ما معنى كلمة تارجت؟ أول شيء عندي لكم ملاحظة، خطأ متكرر عند كثير من الإخوة المدربين وكثير من الإخوة اللي يسوون خطة، إن يسوون سمارت، عندنا شيء اسمه سمارت، يسووا لقياس الأهداف التشغيلية. هذا ما هو صحيح. سمارت ليس لتصميم الأهداف التشغيلية، وليس سمارت لتصويف الأهداف العامة ولا الأهداف الغايات. سمارت ليس لهذا، سمارت يستخدم فقط مع حاجة واحدة، الأهداف المرحلية. إذا سمارت كشيء في الأهداف، عندنا أكثر من نموذج الأهداف، نموذج سمارت يستخدم فقط مع شيء واحد فقط، ما هو؟ الأهداف المرحلية. خطأ متكرر تجد بعض الإخوة كل ما قلنا هدف إيش قال؟ يجب أن يكون سمارت. ما هو صحيح، سمارت بس مع الأهداف المرحلية. في عندي كلمة اسمها كلمة تارجت، أنا أبغى ترجمة، ترجموني، أنا ما أعرف شوية كذا إنجليزي، ترجموني كلمة تارجت إيش تعني؟ تارجت أنا عارف إنه هدف، بس كثير من الأهداف موجودة. هو أي هدف في شيء قدامنا نبغاه، صح؟ طب شوفوا أقول لكم شيء، أي هدف من الأهداف تسمعوا بها، outcome، aims، تتكلم أنت الآن عن objective، تتكلم أنت الآن عن كل الأهداف اللي نتكلم عنها، الأهداف تكون فين موجودة؟ الأهداف تكون شيء موجود قدامنا إحنا نبغى نحققه. لاحظ الفرق بين target وغيرها، كل الأهداف تكون موجودة قدامنا إلا التارجت. هدف فين موجود؟ هدف موجود أعلى مني. يعني نسميه إيش نسميه تارجت؟ تقدر تقول تارجت هو عبارة عن سقف محفز، يعني سقف موجود أنا أريد أن أصل له. عشان نشوف الفكرة دي تساعدني شيخنا؟ إيه تفضل. هذا مديري أنا موظف، مديري حدد لي قال لي أبغاك كل يوم تنجز 3 معاملات. مديري حط لي السرعة حقي كل يوم لازم أخلص كم معاملة؟ 3 معاملات، السقف المحفز حقي 3. أنا أجي الصباح بدري متحفز جدا، جيت الصباح ما ترفعش كثير، جيت الصباح وبسرعة أنا حققت الكم؟ 3، حققت التارجت. الساعة 8 بديت، الساعة 9 خلصت الدوام. بالنسبة لي بعد الساعة 9 أفطر وأروح أتمشى وأتكلم مع فلان وأتكلم مع حسن وأتكلم مع عبد الله، التارجت بالنسبة لي إيش سويت؟ خلصته. المهام اللي عندي مطلوب مني اليوم أنا سويتها. تجي تقولي ليش جالس تتفرج المصارعة في المدرسة؟ أقول لك والله أنا التارجت اللي أعطاني مديري سويته. تارجت عندي يوميا 3 معاملات، المفروض مديري ماذا يفعل؟ يرفع التارجت. طيب يرفع التارجت بناء على قدراته هو ولا بناء على قدراتي انا؟ قدراتي انا. يجلس معايا ويقول لي تعال خلينا نرفع المرحله فوق، سقف المرحله نرفعه فوق، فحط المرحله كم؟ 6. جيت الصباح انا 6، وش احاول؟ 6 من 3 ل 6 كثيره، ما انا قادر.
ما أنا قادر أحققها إذا أنا أحبط. أنا محبط جدا، أنا ما راح أشتغل، أنت ظلمتني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. جيد، فأصاب الآن بالإحباط. طيب إيش الذكاء؟ الذكاء إيوه ذكره، الذكاء أن تبدأ الرفع بالتدريج، لا تسوي فجوات كبيرة. كنا ثلاثة، مرة ثانية ماذا؟ ارفع. أربعة، خمسة، ستة، ستة. لاحظتم؟ ارفع لياقة موظفينك من خلال تارجت، يعني كل مرة حود عشان موظفك ما يكون عندك حجة. ولذلك تذكروا عندنا كلمة، هذا التارجت اللي فوق الآن اسمه المستهدف، اللي فوق اسمه المستهدف. خط الأساس أنت كم كنت تجيب أول؟ أنا كنت أجيب كم؟ ثلاث. هذا خط الأساس، كل مرة رفع أربعة صار أربعة المستهدف، خط الأساس كم؟ ثلاث. مديري لازم يعرف أنا كم كان أدائي وكم أصي يصبح أدائي، وبالتالي هو في نهاية السنة يقيمني، هل أنا جالس أتحسن؟ هل جالس أتعلم؟ أنا بداية السنة كانت تدفع لي راتب وأنا أحقق تارجت ثلاثة، انتهت السنة وأنا جالس أحقق راتب تسعة، معناه أنا مالي موظف ممتاز جالس يتعلم وفعلا جالس أحقق كل مرة من إجراءات. طيب فلنقل حطني مديري ثلاثة، مديري حطني ثلاثة، ارفع لي أربعة، أربعة ما قدرت، أربعة ما قدرت، أربعة ما قدرت، إيش يحصل؟ المدير يجلس معي ويقول لي تعال ليش ما قدرنا؟ بقول له والله ما أنا عارف بس يمكن الجهاز عندي بطيء. فمديري ماذا يفعل الآن؟ يبدأ يدرس، هل الجهاز، هل القدرات عندي يحتاج لتدريب، هل البيئة غير مناسبة، هل أنا غير مناسب للمهمة. فيبدأ الآن مديري يدرس ما الأسباب التي خلت الموظف عندنا لا يستطيع أن يحقق المهمة. شكرا لك، أنت مدير رائع، بس خليه على ثلاثة. شكرا لك، الله يزيد. شكرا. إذن لاحظوا معايا، تارجت معناها عبارة عن سقف محدد. هذا التارجت نستخدمه متى؟ نستخدم التارجت مع الأهداف المرحلية، يعني كل مرحلة تقول هذا سقف مرحلة نخلص المرحلة دي. هذا التارجت متى نستخدمه؟ نستخدم سمارت. تذكروا سمارت يستخدم كل ما أردت أن تكتب أهداف مرحلية. هنا نحتاج أذن نغمية للأهداف. يعني كيف؟ يعني المفروض بإذنك وانت جالس مش في التجويد، لما الولد يقرأ وانت جالس تسمع له في التجويد تقدر تكشف الأخطاء بسرعة. نفس الشيء نبغى في يعني مع فرق المفارقة، لكن نفس الشيء عندنا ماذا؟ انه في الاهداف مفروض ان عندي قالب. اول ما الواحد يقول عندي الهدف وانا اسمعه اعرف اين الفجوه. ارجوكم لا تكتبوا الاهداف بدون قوالب. اكثر مفاجاه تفاجاه ان الواحد يمسك الهدف وش يسوي؟ يكتب على طول مباشره. لا، احنا في علم الاداره عندنا قوالب محكمه متفق عليها لكتابه كل قالب. فعندي اذا يكتب فيها على ما احصل، احصل على صوره واضحه للهدف عميقه تخليني اعرف كل مرحله ما الذي يجب تحقيقه، ما هي سقف المرحله. طيب الوقت اللازم لها، الوقت اللازم والكافي لكتابة الأهداف بطريقة سمارت، هذا الوقت يحتاج مني دائما حدود يعني من 5 دقائق إلى 10 دقائق. في المرات الأولى قد يحتاج إلى حدود 10 دقائق، 20 دقيقة، 15 دقيقة. كل ما كان هيكل تجزئة العمل واضح، كل ما كان الهدف سريع، كل ما كان النموذج عندنا موجود، كل ما كان كتابتنا سريعة. طيب الوقت عندي أيضا عدد الأشخاص، شخص واحد يكتب الهدف وأشخاص من بعده ماذا يفعلون؟ يقومون بعملية المراجعة. طبعا انا عندي مشكله، مش مع الاخوات، مع الاخوه، مش انتم مع الاخوه، ها انتم بالنسبه لكم بقول لك اياك اعني واسمعي يا من تجار، بس مش انتم، خلاص يعني يصير كذا القاعه الثانيه. البعض من الاخوه والاخوات اذا جاي يكتب الهدف وحط الخطه ما يبغى احد ينتقده، مجرد تقول له يا اخي ترى الهدف الموجود هنا في فجوه، قال لا انت مش عارف، احنا اصلا مخططين، احنا اصلا دوليين في التخطيط عندنا تقول له يا أخي الفكرة في التخطيط حاجتين، إذا فقدتها في التخطيط فأنت فقدت التخطيط. واحد، التشاركية، أن تسمع وجهات نظر الآخرين. اثنين، التخطيط أصلا بنائي، يعني بمعنى مفروض تأخذ تغذية راجعة وتحاول تحسن. الموضوع مش هجوم شخصي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل، وهذا الرسول رسول، ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع الجيش، ثم يأتي الآن حباب بن منذر ويقول له يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله فيه أم الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال له فقم بنا يا رسول، حتى ما عاد شاوره، فقم بنا يا رسول الله فننزل خلف البير فنشرب ولا يشربون. وكان هذا سبب من أسباب النصر بعد توفيق الله سبحانه، والرسول لم يستنكف، والحباب لم يذكر عنه ولا حديث آخر غير هذا. إذا تذكروا، بس الحباب رجل عسكري خبير، عارف المنطقة وعارف كيف يتمركز فيها. إذا الآن أنت الآن استفيد من هذا الشخص، إحنا ما جالسين نقص قدراتك. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر مرحلة في تاريخ السيرة النبوية هي الهجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر ومستعين بكافر. والله كافر،
اللي هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، يعني كان ممكن يقدر في أي لحظة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا ماذا؟ خبير، سلم له الأمر. اليوم بعضنا تجي تنصحه يزعل على طول مباشرة، يبغانا إيش نقول له؟ أنت ممتاز، أنت حلو، أنت حلو. ما ينفعش. في الأهداف تذكروا، الأهداف خطة سنوية ولا خطة يومية؟ سنوية. أفضل لك واحد ينتقدك وتسوي صح، ولا إنك تمشي ماشي خطأ، صح؟ إذا ذكروا، نبغى نكون عندنا أشخاص نناقشهم. طيب ماذا نحتاج من تجهيزات؟ أول تجهيز نحتاجه، نحتاج صبورة كبيرة بيضاء تكون مرسمة بهذا الرسم، يعني نحتاج إحنا هذا النموذج. إيش النموذج؟ هذا النموذج نستخدمه اللي اسمه سمارت، يعني لازم يكون معنا النموذج هذا مكتوب وهو موجود عندكم، بعطيكم الآن. هذا النموذج يجب أن يكون مكتوب. كيف طريقة استخدام النموذج؟ أول شيء بقلم رصاص بتكتب فوق الهدف، ثم بعد ذلك بعد كتابة الهدف بقلم رصاص راح ترجع تحبر تحت بالهدف. يعني نحتاج أن إحنا هذا الآن سمارت، أرجو أن تتذكروا أن الناس المنفذين ما راح يقروا، الناس المنفذين سيقروا الهدف فقط، المنفذين المفروض سيقرون فقط الهدف. طيب الأشياء اللي تحت هذه لمين؟ هذه لك أنت للتدقيق. أو حصل مثلا لا سمح الله وفاة للمخطط، مشكلة حصلت في لجنة التخطيط عزلناها، مفروض هذه الأدوات يرجعون لها الناس المخططين لمعرفة ليش إحنا عملنا الهدف. فإذاك لازم نكتب الورقة كاملة. ماذا أتفاجأ؟ أتفاجأ أن البعض يكتب الهدف مختصر ويروح يفصل لك أسفل. يجب أن اللي تحت مراية عشان أنت زي شفت التصحيح، مش تجمع الدرجات بعدين تحطها فوق الرقم، نفس الشيء. إذا ماذا نحتاج؟ أن تكون عندنا الآن أوراق، نحتاج أقلام، نحتاج طاولات عصف ذهني. عشان أشرح سمارت بشكل جيد عندي مسابقة، إيش رأيكم تشاركوا معي مسابقة عشان تفهمون سمارت؟ اللوحة التالية أتمنى ما تنسوها طول عمركم، جيد؟ عشان تفهمون سمارت وما عاد ننساها. البعض يتوقع أن سمارت خمس حروف، لا خمس مش خمس حروف. شوفوا معي الشيء التالي. سمارت عشان يكون هدف جيد، أول شيء أنا عندي مسابقة، هذه مسابقة قفز، مش قفز بالزانة، يعني أنت بتجي تجري وش يحصل لك؟ تقفز، حلو؟ وأنتم بتشاركون معي كلكم في المسابقة ذي، في شيء ناقص؟ إيش ناقص؟ ايش ذي اللي العارضه؟ يعني العارضه العارضه؟ لا لا لا، رتبوا الاولويات، رتبوا الاولويات، رتبوا الاولويات. ايش الناقص؟ الشخص. اهم شيء الشخص اللي بيقفز. انتوا ليش رحتوا ببالكم العارضه؟ اهم شيء هذا. لما تجي تخطط لازم تعرف هذا ايش امكانياته. أول شيء في كتابة الهدف أرجوك لا تكتب الهدف بناء على إمكانياتك أنت، اكتب الهدف بناء على إمكانيات القافز. هل يستطيع أن يقفز ولا ما يستطيع يقفز؟ يا أخي يمكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يقدرش يقفز أصلا، جيد؟ يا أخي يمكن أنه هو عنده هذا رجل أولمبي وعنده يقفز 15 متر. إذا أول شيء تذكروا عندي كتابة الهدف، حط التارجت. واحد، تذكر ما هي القدرات الخاصة والخبرات الخاصة بالشخص منفذ الأداء. إذا أول شيء من؟ الشخص. أين التحدي عندي؟ بعض الإخوة لما يجي يكتب الهدف ما يفكرش في المنفذين، يفكر في نفسه، يربط الأمور نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سيروا على سير أضعافكم. يعني لما تيجي تخطط شوف الحد. ليش؟ طيب لما نسمع سيروا على سير أضعافكم إيش معناه؟ يعني مشي كذا بتهاون؟ لا، هو يقول إنه أنتوا ابدأوا معاه عشان ترفعوه، شيلوا ودفوا معاه، يلا نسرعوا أسرع. إذا أول شيء حدد الشخص. طيب أنتوا قلتوا تقول عارضة، بشيروا أنتوا تقول العارضة، ها يلا، ها إيش رأيكم؟ مش واحدة، هذا كرم، تنتين، إيش رأيكم؟ كويس كذا ينفع؟ ليش لا؟ قال لك في الأهداف سمارت عندنا خاصية، إيش هي؟ حرف الواو إذا دخل في الهدف أفقد الهدف صوابه. يعني إيش؟ حج وبيع مسابح. زي شو يقول لك؟ لدينا مشروع، مشروعنا ما هو؟ رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين قدرات الطلاب. يا حبيبي التحصيل الدراسي عالم وقدرات الطلاب العقلية عالم ثاني، هذا مشروع آخر. بطلوا لي من أهداف مركبة. فالزملاء دائما يجيبون لي أهداف مركبة، الأهداف مركبة يبقى لها كم مشروع؟ مشروعين. لا تجمع مشروعين على شيء واحد. إذا انتبه ممن؟ من الأهداف المركبة. إذا ما نبغى عندنا شيء مركب، ما نبغاش يكون عندنا مركب. حرف الواو احذر منه في الأهداف. طيب ايضا يلا انا عشانكم انتم، عشانكم انتم، والله انا حبيت المدرسه دي، حبيت الناس اللي فيها كلهم لله. طب لاحظوا معي، انا ايش سويت لكم؟ حطيت لكم يايات، خدمه خاصه. عارفين كيف يايات؟ يعني انت تجي تجري وانت بحظك، ممكن تجي تجري تلقى على ارتفاع 5 متر، ممكن تجي تجري تلقى على ارتفاع 35 سنتيمتر، انت
حظك. ايش رايكم؟ ليش ما ينفع مديري يقول لي في بداية اليوم، يقول لي محمد أنا أبغى منك كم؟ أبغى منك تنفذي 3 معاملات. رحت الصباح نفذت 3 معاملات، يقول لي لا 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 أنت شغلك كويس خليها 5. ما ينفع. الهدف يجب أن يكون ثابت قابل للقياس. إذن لابد أن يكون الهدف ثابت قابل للقياس، اتفقنا؟ إذن لازم يكون ثابت. ليش؟ عشان أعرف السرعة اللي من أجلها أحشد جهودي، مش أتفاجأ كل مرة بتغيير جديد. طيب أيضا من الأشياء الثانية في الهدف، أنا حطيت لكم الهدف لأنكم تبغون شيء ثابت القياس، واضح أنكم أنتم قفازين رائعين ما شاء الله. حطيت لكم الهدف على ارتفاع 10 متر، مناسب لكم؟ في عندنا كلمتين تجي سوا، كلمة اسمها واقعي وكلمة اسمها يمكن تحقيقه. الناس ما يفرقون بينها. إيش فرق بينهم؟ يمكن تحقيقه أي أنه في حدود إمكانيات البشر، كل البشر. الآن سؤال، 10 متر يمكن تحقيقه؟ في أحد يقفز 10 متر؟ عمركم سمعتوا؟ والله حتى الزرانيق اللي في اليمن اللي يقفزون فوق الجمل ما يقفزوا 10 متر. زين؟ تذكروا هذا لا يمكن أصلا في حدود البشر تحقيقه. جيد؟ طيب عندنا كلمة أخرى اسمها واقعي. ماذا تقصد بواقعي؟ أنا كمحمد العامري أقدر أكفز أصلا 10 متر؟ ما أقدر بهذا الكرش، بهذا الجسم ما أقدر، بهذا اللياقة ما أقدر. حلو؟ إذا نحتاج ماذا؟ أن نقول كلمتين سوا، يمكن تحقيقه وماذا واقعي. يمكن تحقيقه معناه للمنفذين في مجالنا، مثلا في النقل المدرسة للمدارس الأهلية، التخصص الرياضيات، الناس اللي تخصص الرياضيات يمكن حققوه ولا. أما بالنسبة للواقعي لقدرات الموظف نفسه اللي عندي، يعني يمكن بقية المهندسين يسوونه بس هذا الموظف عندي تدريبه منخفض ذلك ما يقدر يسويه. إذا عندي كلمتين واقعي يمكن تحقيقه. طبعا عشان أجعله لكم واقعي إن شاء الله سبحانه وتعالى ويمكن تحقيقه، حطيت لكم على ارتفاع كم؟ حطيت لكم على ارتفاع يعني 10 سنتيمتر. يلا انبسطوا، راح تجي أنت كذا بس سوي كذا بس سير ما شاء الله نجحنا. إيش رأيكم؟ إيش المشكلة هنا؟ قال لك الهدف يجب أن يكون ملهم محفز يتحدى قدراتنا، فيه تحفيز. وذلك كل مرة الهدف يجب أن يكون محدد، يجب أن يكون فيه تحدي. إذا نبغى الهدف يكون محدد. طيب لو قلت لكم هذا الهدف نبغى نحققه أمس يناسب؟ أمس نبغى نحققه أمس، ما ينفعش إنه أمس، صح؟ طيب لو قلت لكم هذا الهدف إن شاء الله نبغى نحققه عام 3256، يجب أن يكون الهدف مزمن. هنا لاحظوا كلمة مزمن. مزمن ليس مؤقت. ما الفرق بين مؤقت ومزمن؟ مؤقت معناه له تاريخ نهاية فقط، مزمن معناه له تاريخ بداية وله تاريخ نهاية يتناسب مع الأداء. إذن عندنا ماذا يكون؟ مزمن. إذن هذه معايير نسميها معايير سمارت. سمارت إذن هذه المعايير نسميها سمارت، يعني الرسمة اللي صممناها أول وضحت لنا معنى كلمة سمارت. إذا سمارت الهدف منه أن نعرف نحن سنقفز على أي مستوى، إيش التارجت اللي عندنا موجود، إحنا فين سنصل، إحنا أين ما الحدود اللي نريدها. يلا خلنا نشوف سمارت، نراجع عليها سريع جدا. هذه سمارت عندي، هذه محدد بسيط مقاس، هذه صياغة سمارت. طيب كيف بنسويها؟ أنا أعطيكم مثال لي أنا، عندي مثال هذا كله أنا شرحته، سأتجاوز هذا الموضوع. أنا عندي مثال لهدف أنا حاطه الآن، بوريكم كيف أبدأ أشتغل فيه. أول مرحلة عندي هذا الهدف، هذا النموذج، لاحظوا معي. أنا عندي أكتب أن أقدم دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي لعدد 30 مدير مدرسة في الرياض خلال 3 أيام الأولى من شهر مارس عام 2011. لاحظوا الآن أنا كتبت هذا بالقلم رصاص، اللي كتبته فوق بأنزل الآن أتأكد منه أنه محقق عندي ولا، وأرجع مرة ثانية أحبر عليه. كتبت محدد أن أقدم، من يقدم؟ أنا أقدم دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي لعدد 30 مدير مدرسة. ما الذي مقاس هنا؟ ما الذي محدد؟ محدد أني أنا المحدد، أنا المكلف. لو كان واحد ثاني نبغى يكون مكلف هو، كم العدد؟ المجال المحدد، الفئة المستهدفة محددة. طيب أيضا مقاس تقديم دورة تدريبية واحدة في مجال التخطيط الاستراتيجي لعدد 30 مدير مدرسة. إذن هذه القياسات، 30 مدير مدرسة في الرياض سيتم تدريبهم على التخطيط الاستراتيجي، كلها قياسات. أيضا السؤال يمكن تحقيقه؟ نعم، بالنسبة لي سهل جدا لأن هذه المادة العلمية عندي متوفرة وعندي خبرة في تدريبه. طيب سؤال، لو ما عنديش أصلا مادة علمية إيش مفروض يكون الهدف؟ مفروض يكون عندي الهدف تحضير قبله. إذا في مرحلة مفروض تكون قبلها الأهداف المرحلية سمارت، راح تكتشف لك إيش المراحل اللي مفروض تكون موجودة قبلها اللي أنت ما عديتها، الفجوات. أيضا من الأشياء الثانية اللي عندي
إنه واقعي؟ نعم واقعي، لكوني حاصل على شهادة مدرب في هذا المجال، سبق لي تدريبه، فبالنسبة لي واقعي. ممكن واحد ثاني ما يكونش واقعي بالنسبة له، يحتاج له يتدرب عليه، يحتاج له يكون عنده ترخيص فيه. مزمة خلال 3 أيام الأولى من شهر مارس عام 2011، في مقولة سأقولها لكم، تحب تكتبوها معي اكتبوها بسرعة، تحب تكتبوها اكتبوها معي بسرعة. الأهداف تصنع 5 مرات يا أستاذة، يا أستاذ الكريم، الأهداف تصنع كم مرة؟ 5 مرات، اكتبوها معي بسرعة. المرة الأولى مرة في الغراس، الأهداف تصنع في الغراس، غرس قيم، الأهداف تصنع 5 مرات، المرة الأولى في الغراس بين قوسين غرس قيم، اللي تغرسه في الناس هو اللي بيطلع هدف بعدين، غرس قيم. واحد يغرس إنه كيف نسرق، يغرس أنه كيف نسرق، هذا غرس قيم صح؟ المرحلة الثانية مرحلة في الرأس، في الرأس بين قوسين أحلام وطموحات وإلهام، هذا كلهم حريم اللي ضيعوا الشباب، أحلام وطموحات وإلهام. جيد، على فكرة مرحلة رقم 1 مرحلة رقم 2 كل الناس موجودة عندهم. نروح مرحلة رقم 3 الصعبة، إيش هي مرحلة رقم 3؟ في الكراس بين قوسين هدف مكتوب. أكثر الناس تقول له، بل الناس اللي يدربون التخطيط تقول له وريني خطتك الشخصية، مش موجودة عنده، جيد، مش مكتوبة، بس هو يدرب الناس. لذلك ذكر رقم 3 ما هي؟ في الكراس. مرحلة رقم 4 في الميراس. ماذا مقصود الميراس؟ أن الهدف اللي كتبته في الكراس ينتقل عندك إلى من؟ الميراس، أنك أنت تمارسه. وأجد كثير من الناس عندهم أيضا خطط موجودة ورائعة في الكراس لكنها لم تنتقل للميراس. مرحلة رقم 5 في القياس، في القياس أنك تقيس هل فعلا أنت حققت الأهداف، وترجع تضيف أهداف جديدة وترجع تحسن نفسك. إذا كم مرحلة؟ 5 مراحل، ها أعيدها مرة ثانية، في الغراس، في الرأس، في الكراس، في الميراس، في القياس. إذا قابلت أي أحد يشتكي من مشكلة في هذه الحياة اسأله أنت في أي مرحلة. أكثر اللي قابلتهم وصلوا لمرحلة الميراس، الموضوع بالنسبة لهم صار سهل، إلا إذا أصيبوا بالغرور، إذا مارسوا وحصلوا واحد مدحهم وأخذوا مقلب إن هم ناجحين، لن يتجهوا لنقطة رقم 6 اللي تكشفهم، اللي مرحلة القياس. وبالتالي إذا وصلت للدورة كاملة هنيئا لك، شكرا لكم. نبدأ الآن في التمرين. عندنا الأوراق موجودة، A3 قدامكم موجودة، في الأوراق في النماذج موجودة، عندكم نموذج سمارت، والمفروض الآن نسوي نموذج سمارت قبل ما نروح الصلاة. نسوي نموذج من؟ تمرين تصميم أهداف المرحلية سمارت. نتلاحظ الزملاء الآن في تمرين لإعداد نموذج سمارت، كل مجموعة الآن تقوم بإعداد نموذج سمارت. نتلاحظ الاهداف خلاص خلوها على هدف واحد وقص على هدف عشان تقدر تحقق سمارت. هذا العدد المجموعات كلها في حاله نقاشات حوارات. هذا التمرين لعملية تصميم الأهداف المرحلية من نموذج سمارت. وتلاحظ الزملاء الآن فرشة عمل ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء مع الدكتور محمد عامر المقام حاليا في الكويت، والتي أقيمت مدارس الرؤية. وما شاء الله تبارك الله تركيز كبير جدا على التمارين والتطبيقات بشكل كبير جدا وعمل. ماذا استفدنا من تمرين كتابة الهدف المرحلي بنموذج سمارت؟ ماذا استفدتم منه؟ أسمع منكم. تحديد الهدف،
الأهداف توضع حسب إمكانيات الشخص المنفذ. يا سلام. ألا تكون مركبة. ألا تكون مركبة، ويجب أن تكون تراعي إمكانيات المنفذ. أيضا ماذا أسمع منكم؟ وضوح الرؤية أكثر. صار عندنا الآن يعني وضوح رؤية كبير جدا للمرحلة. هذا كلام جميل. تدقيق الهدف. يا سلام. تدقيق الهدف بشكل كبير. تفضل. زيادة الهدف في المشروعات الكبرى بيدينا مؤشر برضو في تحقيق الفرص الشخصية والخاصة. يا سلام. ينطبق على مشروع من الصروف، ينطبق على هدف في دفتر الأهداف. حتى في تعلم النشط، لو حضرت معي المساء تلقى نفس الشيء، جالس ابني اهداف نفس الاهداف، لان ما ينطبق هنا ينطبق هنا. التعليم اصلا هو عمليه مشروع. تفضل. يا سلام. تحويل المعلومات الوصفيه الى معلومات كميه. بدانا الان نرحل كل شيء كمي. لاحظوا لما نتكلم عن تاريخ وقت كميات يبدا عندنا الموضوع سهل التعامل معه. طيب ما الذي سيكون معنا ان شاء الله بعد الصلاه؟ بعد الصلاة عندنا شيء مهم جدا. الآن احنا حطينا مرحلة، صح؟ السؤال الآن احنا بننتهي من أي مرحلة؟ احنا بننتقل من مرحلة مرحلة التنفيذية إلى مرحلة التشغيلية. بعد الصلاة سنبدأ في التشغيلية، سنكون أقرب شيء للمؤشر. ايش عندنا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة سنتعرف على كيف تستطيع أن تفوض المهام للموظفين لديك. راح نتعرف على ما يسمى خارطة التدفق، كيف تستطيع استخدام خارطة التدفق لإعداد دليل إجرائي. وسنقوم بعملية وضع تمرين بإذن الله سبحانه وتعالى على بناء خرائط التدفق بعد الصلاة. وما تتعلمونه في بناء خرائط التدفق كافي شامل وافي لبناء ما يسمى الدليل الإجرائي. جيد. ثم بعد ذلك راح نتعرف كيف نسوي هدف تشغيلي اللي هو نسميه أمر تشغيل. هذا سيكون معنا اليوم. إذا قدرنا اليوم بإذن الله سبحانه نقوم ببناء مؤشر، نكون انتهينا من بناء المؤشر إن شاء الله اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن احنا انتهينا من موضوع كتابة الهدف المرحلي. المفروض الآن إحنا نبغى ننقل هذا الهدف مرحلي إلى إجراءات، وهذه الإجراءات نبغى نكلف بها الموظفين. عشان كذا عندنا الآن شيء لتحويل الهدف المرحلة إلى إجراءات، فنبغى نكتب الإجراءات. عشان نتكلم عن كتابة الإجراءات نحن نحتاج إلى آلية للتفويض. كيف أستطيع أفوض المهام مني للموظف؟ عندي الآن سأتكلم عن شيء اسمه مهارات التفويض. عادة كلما نتكلم عن مهارات التفويض نجد أن الكلام يتحول معنا إلى نصائح. ثقف موظفك، مكن موظفك، حاول تمتن موظفك، حاول تعطي صلاحية موظفك. أنا أريد أن أحول التفويض إلى إجراءات. يعني أبغى أعطيك خارطة، هذه الخارطة تساعدك على عملية تفويض الإجراءات منك للموظف. واحدة من التحديات اللي قابلتني لما كنت أشتغل فترة من فترات كمستشار لأحد إمارات المناطق، أني كان عندي كثير من مدراء الإدارات كان يسألوني سؤال: كيف نفوض؟ أنت تتكلم كلام حلو بس كيف نفوض؟ كيف نقدر نفوض؟ يلا خلنا نشوف كيف نقدر نفوض. عشان نفوض أول شيء لازم نرجع نسوي مراجعة سريعة جدا على شيء اسمه مصفوفة العمل. في مصفوفة العمل دائما عندنا محاور العمل، عندنا فاعلية الموظف، عندنا الكفاءة. عندنا موظف عنده لا كفاءة لا فاعلية، هذا تذكر اليوم اللي قلت لكم عنه أن هذا كن حازما معه، هذا اختيار خاطئ. تم اختيار خاطئ للموظف، هذا سيهدر جهدك، سيهدر إمكانياتك. أيضا قلنا إذا كان عندي موظف فاعلية لا كفاءة هذا دربه ووجهه. في عندي موظف عنده كفاءة لا فاعلية، هذا حفزه وشاركه في العمل، جيب شخصا ما يشارك معه. عندي موظف كفاءة وفاعلية، هذا اللي سنقوم بعملية تفويضه، هذا اللي سنقوم بعملية تمكينه. إذن إحنا الآن الشخص اللي نبغى نسوي له عملية التفويض، الأصل إن إحنا بالتفويض سننقل الموظفين من مربعات الثلاثة إلى مربع الكفاءة ومربع الفاعلية. طيب يلا نبدأ نتكلم الآن كيف نفوض؟ كيف تستطيع أن تفوض المهام للآخرين؟ أريد أن أذكر بشيء: التفويض ليس تنازل عن الصلاحيات والمسؤولية. التفويض هو نقل مشروط للصلاحيات والمسؤولية. كيف يعني نقل مشروط؟ نقل مشروط بمعنى إذا أنت عملت المعايير تنتقل من المسؤولية والمساءلة للموظف الجديد. إذا ما عملتها ترى بترجع لك أنت كمدير. إيش المعايير؟ إذا ما سويت له بطاقة وصف وظيفة فأنت المسؤول. إذا ما كتبت له مهام فأنت المسؤول. إذا ما كتبت له أهداف ومؤشرات فأنت المسؤول كمدير. إذا عشان أفوض له أنا أحتاج إجراءات. يلا كيف نفوض؟ شو معي الإجراءات؟ عندي خطوات. أول خطوة، ذكروا أن البداية بيبدأ مع المدير مش مع الموظف. أولاً قم باختيار مهمة عمل. أرجو أن تلاحظوا نحن اخترنا المهمة قبل أن نختار الشخص. من الأخطاء دائماً عندنا موجودة: والله الأستاذ ذا ينفع في إيش؟ شكري بيعطيه مهمة كذا،
اوه حلو والله جانا واحد فنان في فوتوشوب، طب ايش رايك نسوي بروشورات؟ لا، المفترض العكس. المفترض اولا قم باختيار المهمه قبل ان تختار الشخص. اذا واحد اختر مهمه، اثنين قم بتنظيم المهمه على شكل خارطه تدفق، يعني تعال ارسم هذه المهمه على شكل خارطه تدفق. ما زلنا في اي مسؤوليه؟ ما زلنا في مسؤوليه المدير. طيب سؤال، ماذا لو ان صاحبنا المدير قال يا اخي انا ما اعرف اصلا خارطه التدفق ايش هي؟ نقول الان بتتعلمها، بعد شوي راح تتعلمها، بتصير ملزمه لك، عم تتعلمها. هي افضل وسيله عشان تنام انت في العاصفه، هي افضل وسيله عشان تستطيع انك تنقل المهام للاخرين. اذا كيف استطيع اني انقل المهام للاخرين؟ اذا قم بعمليه صناعه خارطه التدفق. طيب بعد ما تصنع خارطه التدفق، اختر الشخص المناسب الان للمهمه وفق ماذا؟ وفق خارطه التدفق. مش الأنسب أنه يا قلبي دليلي فلان أحسن، لا، أنا عندي خارطة تدفق تتناسب مع فلان، هذا فلان جاهز ينفذها. ممكن يكون عندي ثلاثة موظفين لكن فلان هو الأنسب. ثم بعد ذلك قم بعملية توضيح هذه المهمة للشخص، اشرح له خارطة تدفق. ممكن تكون دورة تدريبية، ممكن تكون جلسة، ممكن تكون عشر دقائق، خمس دقائق تعريفية، ممكن ترسل له فيلم، ممكن تعطيه كتاب، بس اعطيني وسيلة اشرح فيها المهمة لهذا الشخص حتى يصبح بالنسبة للمهمة واضحة. إذا كانت المهمة واضحة سأنتقل لمرحلة قم بعملية تكليف الشخص بالمهمة. حرر الفرد والإمكانيات. إيش يعني حرر الفرد؟ اكتب له خطاب رسمي بأنه هو مكلف، وارفق هذا الخطاب الرسمي بخارطة تدفق تلزمه فيها، وخليه يوقع أنه استلم الخطاب. إذا لابد أن تكتب من؟ خطاب. طيب إيش فائدة الخطاب؟ حفظا لحقوقه وحفظا لحقوقك. يا جماعة مشكلة بعض المدراء ما يبغى يكتب خطاب أبدا تكليف الموظفين. الشيء الثاني إذا نفذ اكتب له خطاب شكر يا أخي إنه هو نفذ. إذا حرر الفرد والإمكانيات. إيش تعني تحريف الفرد مهمة؟ طب حررنا الفرد كتبنا له خطاب. المهمة تحتاج إلى أدوات، وفر الأدوات يا أخي، جهزها قبل ما يبدأ الشخص. مثلا يحتاج كمبيوتر، وفر له الكمبيوتر، يحتاج جوال، وفر له الجوال. إيش الأشياء اللي يحتاجها حتى ينفذ؟ ثم بعد ذلك قم بعملية الاستمرار في الرقابة. هو يعمل، أنا ماذا أفعل؟ أنا أراقب. ليست رقابة لصيقة، ما أتدخل في شغله، هي رقابة حكيمة. يعني بمعنى أنا ألاحظه يشتغل وأرفع تقارير دورية، ونفس الوقت أطلب منه تقارير، بس ما أتدخل في شغله، خليه يتعلم، خليه يمارس هذا العمل، خليه يكون عنده القدرة على عملية من ممارسة. المشكلة اللي عندنا تحصل أحيانا إحنا ما نتقبلش هذا الموضوع. أنا مثلا رئيس مجلس إدارة، عندي أحد الموظفين أخ يوسف مدير تقنية معلومات. يجون بعض الناس يكلموني عن تقنية معلومات، أقول لهم والله ما أفهم فيها، كلموا يوسف. البعض يتوقع أما إني ضعيف أو إني أتهرب، ما يبغى يفهموا ان انا مش دوري اتدخل في صلاحيه موظفي. لو كسرته ينكسر الموظف، وذلك لابد ان اتدخل بحكمه اثناء التنفيذ. بس يوميا وكل اسبوع انا اطلب تغيير. ثم بعد ذلك عندي قيم العمل، قيم النتائج. اذا كان الموظف جيد قم بعمليه ترقيه الموظف الى مستوى اعلى، الموظف غير جيد خفض امكانيات الموظف. اذا عندي الان هذه المهام، لاحظوا معي الان شيء في سياق مهمه معينه. فلنقل عندنا رائد نشاط في المدرسة، نريد أن نكلف رائد النشاط عندنا الآن بحفل. طب أول شيء مهمتي أنا كمدير مدرسة، رقم واحد قم باختيار مهمة حفل المدرسة، قم برسم خارطة تدفق لمن؟ للمهمة. كيف سيتم حفل المدرسة على شكل خارطة تدفق؟ صممها على شكل خارطة تدفق. يسألني كيف خارطة تدفق؟ أقول لك بعد شوية راح أشرحها. بعد ذلك قم بعملية الآن اختيار الشخص المناسب للمهمة حسب خارطة تدفق. اشرح لهذا الشخص، وضح له المهمة. إذا كانت مهمة جاهز هو، واضح المهمة، ممتاز. مش جاهز قم بعملية التدريب والتأهيل، دربته أهلته، بس هو ما حتى الآن مش واضحة بالنسبة له، على طول مباشرة قم بعملية من اختيار شخص جديد. لا تضيع وقتك، مش معقول أدرب وأهل فيه في الأخير ماله ما ينفع فيه. عندنا بعض الموظفين والله حتى نوفر لهم دورات ما يبغوا يحضروا، مشكلة. طب إذا ليش أنا أوظفه؟ أنا ليش أعطيه مهام وأخسر فلوس؟ على طول استبعده. طبعا بعد ذلك إذا حررت الفرد أعطيته مهمة، مكنه. إيش يعني مكنه؟ جهز له الإمكانيات، تأكد إنه كل شيء عنده جاهز. أحيانا أزور موظف عندي، إيش أسأله؟ الكرسي كويس؟ يقول لي هو. أقول الفارة كويسة اللي عندك حق الجهاز؟ يقول لي حلو. الكيبورد كويس؟ فهو يضحك، يقول أنا عارف عارف فهمت، أنت جالس تغيب علي الحجة. أقول له إيوه أنا جاي والله أقيم الحجة عليك، إنه كل شيء عندك تمام بس أنت ما كتبتش الخطاب. فيقول لي طيب، أقول له اسمعني، عندك تكتب الخطاب هذه مهمتك، إنه الفارة اللي عندك شغالة هذه مهمتي، إن الكيبورد اللي قدامك كويس هذه مهمتي، إن المكتب اللي عندك مريح هذه مهمتي، المكيف اللي فوق يشتغل هذه مهمتي، اللمبة شغالة هذه مهمتي. يعني لو انطفت الكهرباء في المبنى مين مسؤول؟ أنا.
بس اللي يكتب الخطاب هو انت. انا مش جايك عشان اقول لك اكتب الخطاب تكتب الخطاب، هذا مش دوري. انا جايك عشان اسالك هل انت قمت بمهمتك ام لم تقم بمهمتك، هذا موضوعك. انا جاي اسال عن مهمتي، نفذتها ولا ما نفذتها. فبعدها شويه تلقى الموظف على طول طبع الخطاب جاي قال لك انا اسف والله انت فعلا والله احرجتني. جيد، ليش؟ لاني دوري انا اقوم بمهمتي مش اقوم بمهمته هو. اذا لاحظوا معايا، اذا مكن الموظف هيئنا للظروف ينجح، اذا هيئنا للظروف اقوم الان بتنفيذ المهمه، الموظف ينفذ المهمه، انا ماذا افعل هو ينفذ، انا استمر في الرقابه ولاحظ وتابع. طيب اذا قيمت النتائج سيحصل معي الشيء، اذا نجح الموظف جيد، اذا ما نجحش الموظف ساستخدم الاسلوب العلمي لحل المشكلات. تذكروا الشعور بالمشكله، تحديد الاسباب، تذكرون ولا اكتبه؟ اكتبه سريعا ولا معروف ولا؟ عندنا النموذج العلمي لحل المشكلات مكون من 10 خطوات لحل المشكلات، يسمى النموذج العلمي لحل المشكلات، هو تاج ودرة ما نسميها يعني مهارات التفكير، يسمى النموذج العلمي لحل المشكلات. وهي الخطوات التالية، أول خطوة وهي أهم خطوة، واحد الشعور بالمشكلة. الموظف عندي شعر بالمشكلة، بنكمل بعد الشعور بالمشكلة على طول مباشرة عندي مرحلة اسمها مرحلة الآن تحديد عندي مرحلة اسمها مرحلة تحديد المشكلة. إيش المشكلة؟ تعريف المشكلة، عرف فيها المشكلة. ثم بعد ذلك عندي مرحلة رقم 3 مرحلة تحليل الأسباب، إيش الأسباب اللي أدت لوجود المشكلة. مرحلة عندي رقم 4 تحديد معايير الحل. مرحلة رقم 5 عندي مرحلة العصف الذهني للحلول، أسوي عصف ذهني لتجميع أكبر عدد من الحلول. في العصف الذهني ليس هدفي حل واحد، هدفي أكبر عدد من الحلول، الكم وليس الكيف. ثم بعد ذلك عندي مرحلة اسمها مرحلة رقم 6 اختيار البديل المناسب. هذا البديل المناسب سأختاره وفق ماذا؟ سأختار هذا البديل المناسب وفق عرض كل الحلول على من؟ على المعايير. ثم بعد ذلك عندي مرحلة اسمها مرحلة رقم 7 وضع خطة الحل. عندي الخطوة رقم 8 تنفيذ الحل. خطوة رقم 9 تقييم الحل. خطوة رقم 10 خطوة اسمها التحسين المستمر، عشان لما أشعر مشكلات أكون أنا استفدت من التغذية الراجعة واستفدت من المشكلات. فالمفروض عندي الموظف إن أنا أكون دربت الموظف عندي إن هو يشعر بالمشكلة. ليش إحنا نبغى مؤشرات؟ على فكرة إحنا نبغى مؤشرات عشان الشعور، إحنا نبغى مؤشرات عشان نشعر بالمشكلات قبل حصولها. فأنا هنا عندي الآن إذا حصل عندي مشكلة ما نجحش الموظف سأستخدم الأسلوب العلمي حل المشكلة. أنا أستخدمه؟ لا، أنا أجيب الموظف أقول له تعال نجلس أنا وياك، يا ترى إيش الشيء اللي سبب إن المشكلة إن ما قدرناش ننفذ إجراءات بشكل جيد؟ هل المشكلة عندي؟ هل المشكلة عندك؟ نبدأ ندرس. هل المشكلة في تهيئة الظروف غير جيدة؟ هل المشكلة في تحرير الفرد والإمكانيات؟ هل المشكلة في التدريب والتأهيل؟ هل المشكلة في التوضيح؟ أنا ما وضحت لك بشكل جيد. هل المشكلة في اختيار الشخص؟ هل المشكلة كانت في تنظيم المهمة في خارطة التدفق؟ هل المشكلة كانت في اختيار المهمة نفسها؟ المهمة غير مناسبة أصلاً؟ إذا أنا أول شيء سأقوم بالتحليل. طيب ماذا لو كان الموظف نجح؟ إذا نجح الموظف في المهمة أول شيء تسويه رقم 1 الشعور بالرضا. يعني إيش؟ اكتبوا معي، بقول لكم قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية شيبانيات مش من الفقه، هذا من فقه شيبانيات، من فقهي أنا. بعض مدراءنا يشعرون أن ظهور أسنان المدير عورة. أي والله، يعني ما يمكن يبتسم في وجه الموظف، يقول لك خليك دائما مكشر في وجهه، لو ابتسمت له معناه أنت إيش؟ راح تدلعه. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يصارع ركانه، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمازح أصحابه. يا جماعة إذا هو الموظف أنجز أول شيء يسوي؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا لك. حتى الموظفين يشعرون بالرضا. إذا أول شيء اشعر موظفك أنك أنت رضيت. شيء ثاني، قم بعملية التعزيز بأي لمسات. يعني تسوي مريت من عنده اربط على كتفه، جزاك الله خير، شكرا لك، ما شاء الله عليك، بريض الله وجهك يا ابو عبد الرحمن، ما شاء الله، والله انا فخور جدا باللي سويته. خليه يشعر ان في كلمات، الكلمات ستتغرغر في داخله، لكن ما زال هذا ماله لمسه. بعد التعزيز يحتاج الناس الى من؟ تحفيز. ما الفرق بين التعزيز والتحفيز؟
التعزيز كما قلت لكم لمسات وبؤي التحفيز خطاب شكر شيء ملموس خطاب شكر هدية ترقية دورة مفاضلة خليه يمشي فيها هو الأفضل قل له أنا عشان أعطيتك عشان هذه النقطة بس بشرط أن يعرف أنه حصل على هذا مقابل هذا مش مفاجأة مش أنه تعال والله أنت رايح دورة لا 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 عرف أنه هذا مقابل ذا طيب بعدين إيش حصل معنا انتبهوا لشيء هذا الشخص نجح ولا ما نجحش أصبح الآن خبير عنده ممارسة جيدة لازم نستفيد منه ليش عشان نبني الصف الثاني فبنجيبه ونقول له تعال ممكن تشرح لنا يقول لك اشرح لك ايش يقول له أباك نضمن الجودة مش الجودة هي التطابق اشرح لي كيف كانت طريقتي في التقييم هل طريقة التقييم كانت جيدة هو يقول لنا هل كانت طريقتي في الرقابة كانت جيدة كأنه يقيمني هل كانت طريقتنا في وضع الخطة وتنفيذها كانت جيدة هل كانت طريقتنا في تنفيذ تحرير المهمة كانت جيدة هل كانت طريقتنا في توضيح المهمة جيدة هل اختياري للشخص كان مناسب أيضا سؤال هل التدفق جيد ثم بعد ذلك ماذا تفعل أطلب منه أن يقدم دورة تدريبية لزملائه حوله إلى شخص اسمه ناقل خبرة أفضل مدرب بلا منازع هو الموظف الذي نفذ المهمة ونجح فيها هو أفضل موظف أفضل 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 مدرب أفضل مدرب هو موظفنا اللي نجح لأنه صار خبير أفضل مدرب أتكلم عن نفسي أنا لأنه قلت أنا كمحمد العامري لو قلت مثلا والله الأستاذة فلانة ما شاء الله عليها جدا متميزة في مدارس الرؤية في موضوع أن هي الآن تتكلم عن التعلم النشط مين أفضل محمد العامري مدرب من برا يشرح تعلم النشط ولا هي هي أفضل ليش لأن هي نموذج يحتذى به البقية من برا ممكن تستفيد منهم كإثراء لكن هذا نموذج يجب أن نمكنه إذا أحوله لخبير بعد ذلك هذا الشخص الآن أترقيه كيف ترقيه يعني أعطيه مهمة أكبر أنت قبل شوية أعطيته مهمة أصغر الآن ماذا تفعل رقيه إلى مهمة من أكبر صعب المهمة شوية زود الإجراءات إذا السؤال ما هو أهم شيء عندنا في خارطة التدفق هنا عندي كيف نصنع خارطة التدفق الآن عندي السؤال كيف نستطيع أن نصنع خرائط التدفق؟ بس قبل ما نصنع خرائط التدفق خليني أسألكم سؤال سريع جدا ماذا استفدنا من آليات اسمها آليات الآن البناء؟ ماذا استفدنا من آليات الآن عملية التحفيز بالنسبة لي وبناء الآن المؤشرات؟ يعني بناء خرائط التدفق أو بناء عملية التفويض؟ أسمع منكم تفضل. تسهيل اختيار الشخص المناسب. رائع. أيضا ساعدونا. إيش استفدنا من التفويض؟ تفضل. حاجة حل المشكلات وثاني تحسين الأداء يا سلام حل المشكلات معاه وتحسين الأداء حل المشكلات تحسين الأداء رائع تفضل الدقة يا سلام التقييم مش معناه الرقابة التقييم معناه أن نحسن تفضلي يا سلام نضع الشخص المناسب في مكان مناسب تفضلي بصورة عامة التسلسل عملية التقويض نفسها بحد ذاته الطريقة ما شاء الله وخمس نجمات لك يا أستاذ خلاص عشان بس نصير خير أعطيناك النجمات رضيتي طيب شو معي عندي الآن شيء ساهم في نهضة الحضارة الغربية شيء ساهم الفرق بين طبيعة عملنا وطبيعة عمل الغربيين احنا دائما نعتقد أن الغربيين نموذج خرافي الغربيين يعني ناس ناجحين جدا نموذج نحن أول ما نشوف إيش نسوي يا ربي يا ربي إيش الحضارة دي إيش الحضارة دي اللي عندهم وكأننا نحن ناس إحنا كنا ناس عايشين على هامش الحضارة إحنا كنا في كهف الحضارة جيد نحن لم نبني حضارة كأننا هكذا ننظر لأنفسنا فأول ما نروح نسافر بلدانهم نقول يا أخي إيش الدقة دي كيف الباص يوقف في الثانية كيف يتحرك إيش الدقة دي عندهم ليش إحنا الطيارات عندنا تأخر الطيارات عندهم ما تأخر النظافة في شوارعهم كيف إذا بصراحة هم بنات حضارة لما تيجي تسألهم تيجي تسمعهم تقول لهم أنت كيف وصلتم لهذه المرحلة على طول مباشرة يشيرون لكلمة ماذا يقولون لها بكل صراحة يقول لك نحن نعمل من خلال خرائط تدفق فلوشارت كل شيء عندنا فلوشارت أي شيء أي إجراء له فلوشارت أي عمل إحنا نسويه من خلال خرائط تدفق أعجب شيء خرائط تدفق نحن عرفناها من عندهم من الأخبار نسمع دائما شيء اسمه خارطة الطريق خارطة الطريق إلا السؤال الذي لم نسأل أنفسنا مطلقا من الذي وضع خرائط التدفق من الذي وضع هذا العلم الذي ساهم في النهضة الغربية وطور النهضة الغربية نحن تكلمنا عن بيتر داركر
تكلمنا عن فريدريك تايلور، لكن بيتر دايكر وفريدريك دايكر وكل علماء الإدارة الرائعين ما وضعوا خرائط تدفق. الذي وضع خرائط تدفق هو العالم المسلم الخوارزمي. خوارزمي وضعها، والغربيين ماذا يسمونها؟ الخوارزميات. وأعجب ما أعجبه أن لا ندرس خرائط التدفق لأبنائنا ولا يعرفوها، بل أننا كثير مننا يمكن أول مرة يعرف المعلومة دي. هي معلومة أصيلة، من أكثر شيء استفادوه الغربيين مننا استفادوا مننا ذي. نحن بناة حضارة، نحن لسنا على هامش الحضارة، نحن من بنى حضارة أيها الأحبة. تعرفون كل ما يسمى الحاسب الآلي يقوم على خرائط تدفق، التفكير المنطقي كله يقوم على خرائط تدفق. طيب ليش تظهر خوارزمي؟ ليش حطها؟ عالم المسلم خوارزمي أساسا هو عالم الرياضيات. كان في مشكلة عند الخليفة، دخلوا الخلفاء المسلمين، دخلوا في مناطق جديدة وأسلموا ناس من غير الناطقين باللغة العربية. اللغة العربية لم يكن فيها أصلا لا نقاط ولا فيها تشكيل، كان يكتب زمان بلغة بسيطة جدا. يعني مثلا لو قلت لكم الآن اقروا معي هذه الكلمة، بدون تشكيل صعب جدا أن يفهم الكلمة، صح؟ فانبروا مجموعة من علماء المسلمين لوضع لغة مفهومة مساعدة الغير الناطقين باللغة العربية لفهم اللغة العربية. يعني المعضلة اللي عندنا الآن كيف نخلي ذلك يفهمونها؟ من العلماء المسلمين من أضاف النقاط، من علماء المسلمين من أضاف من التشكيل. طيب واحد جاي يبغى يساعد، واحد جاي يبغى يساعد بس بطريقة من إدارية، إدارية صرفة، رجل رياضيات، كيف تتوقعه سيساعد؟ بيحط تشكيل؟ مش لغة عربية، هو رجل رياضيات، قرر أن يستخدم لغة الأشكال، لغة الرسم كلغة دولية في التخاطب بين الناس. لا يلغي الكلمات لكنه يبغى يحط رسمة، لو شافها المسؤول يعرف الرسمة، يعرف أن هذه تعني كذا بغض النظر عن اللغة، وكون فعلا لغة اسمها اللغة الدولية. هذه اللغة الدولية اللي وضعها الخوارزمي نسميها اللغة، تستخدم اليوم كلما أردت أن توضح مسار تتابع الأحداث في إجراءات معينة، كل ما تبغى ترسم إجراءات معينة تستخدم لغة من؟ دولية. هذه اللغة الدولية نحصل فيها على كيفية سير عملية معينة، كيف تمشي الإجراءات في عمل معين. يعني بغى نتكلم مثلا عن إعداد دليل إجراءات في المدارس، نستخدم لغة خوارزميات على طول مباشرة، لغة دليل إجراءات، رسمات، رسمة. طيب السؤال، الوقت اللازم لها كم؟ الوقت جدا بسيط، كل ما تعودت على الرموز وعرفت الرموز حق اللغة تصير كتابة سريعة جدا، بس يبغى الموضوع شو؟ شوية ممارسة. طيب عندنا ماذا أحتاج؟ عدد الأشخاص، تحتاج من 1 إلى 15 شخص. ليش؟ ممكن واحد يسويها، بس لما نكون إحنا فريق عمل مثلا، فلنقول قلنا تعالوا يا جماعة نبغى نسوي إجراءات طابور الصباح، جبنا مدرس تربية رياضية، جبنا حق اللغة العربية، جبنا 2 من رواد النشاط، جبنا 2 من الطلاب، وقلنا تعالوا نسوي إجراءات ونحسن طابور الصباح. فنكتب العملية كيف ما تقع، ونكتب عملية كيف نريدها أن تقع، ثم نقوم بعملية التحسين فيها. طريقة الإجراءات سريعة جدا، نحتاج أوراق، نحتاج أقلام، نحتاج صبورة كبيرة بيضاء لعملية الكتابة. إحنا الآن بنجهز لكم ورقة كبيرة بيضاء A0 وبنعطيكم عشان تكتبوا الإجراءات. طيب اللغة معقدة؟ خوارزمي هذا رائع، حط لغة جدا سهلة. أجمل ما في اللغة أن حروفها جدا قليلة، بس أبغى أوريكم حروفها وأرجوكم نبغى نتعرف عليها. سؤالي منكم أولا، من قد استخدمها سابقا؟ جيد، بنشوف الآن الإمكانيات اللي عندنا. أول شيء رقم 1، تذكروا لا يكتب العنوان داخل الرسمة، العنوان فين ينكتب؟ برا. أحيانا بعض الإخوة أول حرف أول شيء يستخدمه لكتابة العنوان، العنوان لا يكتب داخل الرسمة. إيش الحروف اللي عندنا؟ الحروف اللي عندنا اللي حطها الخوارزمي هي حروف بسيطة جدا بنشوفها، بس أرجوكم ما فيش حاجة اسمها أنك تجتهد وتروح تجيب لنا يا أستاذة تحط لنا شكل نجمة، شكل قمر، شكل شمس، ما في اجتهادات. احنا ابتلينا اليوم في العالم العربي بناس يبدعون دون تحقيق علمي. يعني يجيك واحد يسمع الان واحد يقول انا حولت سمارت الى سمارتد، يا سمارتد يا شيخ جلست مع بيتر داكر انت وجيت تكتب لي سمارت يا اخي، لو اقول لك اعطيني كتابين قراتها في علم الاداره ما تعرفها. خلينا نحترم عقول الناس. انا مع انك انت قدم بحث علمي منهجي اشير فيه للدراسات السابقه ثم اضيف نقطه اللي تضيفها انت واقبل على راسك، اما تجينا تتفلسف علينا من عندك تضيف اشياء ولو اناقشك في المعلومه تعرفها هذه مشكله، اليس كذلك؟ لذلك ارجوكم لا نريد اجتهادات. سبب ليش؟ ليس حجرا عليكم بس لمفاجاه بسيطه. ايش هي؟ جميع انظمه الحاسب الالي الحديثه برمجت على هذه اللغه، جيد؟ وبالتالي الاوامر التشغيليه اللي بتشوفها تستخدم هذه اللغه. لو حطيت لي شكل جديد
ما نعرفش نفكر فيه. إيش اللغة اللي عندنا؟ أول شكل الشكل البيضاوي. متى يستخدم الشكل البيضاوي؟ الشكل البيضاوي يستخدم في البداية ويستخدم في النهاية. يعني أول ما أشوف شكل بيضاوي ماذا سأعرف؟ أن هذا هو أول إجراء. ولما أشوف في النهاية ماذا أعرف؟ أن هذا هو أول إجراء. سؤال: هل نكتب داخله بداية نكتب داخله نهاية؟ ما يحتاج. مجرد أنك تشوف شكل بيضاوي هذا بداية، مجرد تشوف شكل في النهاية ماذا تعرف؟ أنه نهاية. إذن الشكل البيضاوي يستخدم لبداية الإجراء ولنهاية الإجراء. مثال: اطبع، اطبع الأوراق، هذه مالها؟ بداية. قدم طلب إجازة، هذا بداية. إذن كل فعل سلوكي المفروض داخله يكون من؟ فعل سلوكي. المفروض ألا يكون داخله أشياء غير محسوسة، زي مثلا ماذا؟ الشعور بالمشكلة، أشعر بأنك أنت، ما هذا فعل غير سلوكي، لازم يكون فعل سلوكي. الشيء الثاني عندي السهم. السهم عندي ماذا ما نسميه؟ نسميه خط السير العملية، أو نسميه خط التدفق. المفروض أنه بيمشي من البداية حتى فين؟ النهاية. إذا قابلوا شيء أعاقه بنسأل سؤال: لماذا أعاقه؟ ليش حصل عندنا إعاقة؟ أرجو أن تفكروا أن خط السير لا تكتبه لك كشخص خبير، أكتبه لشخص جديد صفري ما يعرف شيء، يبغى يتبع العملية. أنا محمد عامري، توظفت عندكم الآن في مدارس الرؤية، أبغى أقدم إجازة اضطرارية، كيف أقدم إجازة اضطرارية؟ فأنت تقول لي: شوف محمد، بتروح المكتب ذا، ستفعل كذا، ستفعل كذا. إحنا أعرف الإجراءات وأقوم بعملية من تبسيطها. طبعا بعد ذلك، بعد خط الرؤية هذا، بعد خط السير، عندي سهم ثاني، عندي شيء اسمه الشكل متوازي الأضلاع. هذا ماذا يستخدم؟ هذا يستخدم مع المدخلات. فلنقل أنه في أحد الإجراءات أنا أحتاج طابعة، في أحد الإجراءات أنا أحتاج أوراق، في أحد الإجراءات أنا أحتاج مثلا ماتيريالز معينة، يعني مثلا أدوات معينة سأحتاجها. إذا هذا ماذا سأضعها؟ سأضعها داخل من؟ هذا الشكل. هذا الشكل معناه ما المدخلات اللي بتطلع معايا، أيضا ما المخرجات اللي راح تطلع. هذه مش النهاية، بس مثلا أثناء الخروج تقولي طباعة الورقة، إذا هذا مخرج. شيء ثاني عندي هذا مستند، هذا شكل مستند. مثلا فلنقل في المدارس عندنا، قلت أبغى أقدم إجازة اضطرارية، هل في نموذج مدارس الإجازة اضطرارية معتمد؟ هذا النموذج بنجيبه ونعتمده ونحط له رقم ونروح حق الجودة نضع له كود ونقول خلاص هذا الكود حق من؟ حق الإجازات. ما فيش أحد يجيبني من عنده من رأسه شيء، ما فيش زي زمان أكتب معروض. مفروض عندنا سي دي كل النماذج موجودة. أنا مدير مدرسة نقلت أسلم للي بعدي، أقول ترى هذه النماذج، طب نبغى نغير في النموذج أو نعدل فيه، هذا اسمه طلب تغيير. إذا هذا شيء اسمه من؟ نموذج معين، ولازم نرقب النماذج، نموذج واحد، نموذج اثنين. طب هذا الشكل إيش هو؟ إذا قلنا الأول نموذج، الثاني وثائق، لاحظوا بأنها مجموعة أوراق، إيش نقول؟ نقول دليل أو لائحة أو وثيقة مستند. مثال على ذلك الخطة، نرسم الخطة بهذا الشكل، إيش نقول؟ الخطة مكونة من مجموعة أوراق، وثائق، دليل إجرائي، دليل عمل، دليل لائحة. إذا أي شيء لائحة هذا ماذا سنضعه؟ سنضعه على شكل من؟ أوراق. فنرسم هذا الرمز. ونفس الشيء اللائحة هذه لازم ترمز، نقول مثلا A1 D6. ثم بعد ذلك عندنا شكل سلمكم الله اسمه شكل مستطيل، هذا أشهر واحد عندنا. ما هو؟ إجراء سلوكي، فعل. مثلا كالتالي: قم بعملية رص الطلاب، قم بعملية الشرح للطلاب. إذا فعل سلوكي سيكون موجود. هذه أول صفحة. طبعا اللغة طويلة جدا، الله يعينكم على عدد الحروف. زين، خلينا نأخذ الآن الصفحة الثانية، نأخذ الصفحة الثانية ونختم. شوف الصفحة الثانية، ثاني صفحة عندي شكل اسمه شكل الآن المعين. ما معنى شكل معين؟ شكل المعين اسمه تدقيق، أو نسميه فحص. هذا الفحص لا يقوم به أشخاص، المفروض أنه النظام يفحص. يعني مثلا كيف النظام يفحص؟ أنا محمد عامري جيت أبغى أقدم إجازة اضطرارية، لما رحت عند مدير قلت له لو سمحت أبغى إجازة اضطرارية، حولني على السكرتير. رحت عند السكرتير، السكرتير قال لي تعالش مني يا محمد، أنت عندك الحق أنك تأخذ إجازة اضطرارية في السنة 10 أيام مثلا. مثلا أنت كم عندك رصيد؟ لو عندك رصيد راح أعطيك إجازة، أسمح لك، إذا ما عندكش رصيد ما راح أسمح لك. زين، ففي هذه الحالة مين اللي يسوي الفحص؟ الموظف ولا النظام؟ النظام. أنا ما أسألش الموظف. الموظف فتح السجلات وجد أني عندي غياب 7 أيام سابقة، قال لي باقي معك رصيد كم؟ 3 أيام، سأعطيك إجازة 3 أيام. فكتب لي 3 أيام ورحت الآن لمديري عشان مديري يوقع لي. إذن عملية الفحص هنا هي عبارة عن فحص من خلال النظام. حطوا بجنبها نجمة، حطوا نجمة، حطوا نجمة بجنب هذا الفحص. ليش؟ المؤشرات حقنا حنركبها في الفحص ده. أول مؤشر فين يركب؟ في الفحص. فين نحط المؤشرات؟ دائما تذكروا في عملية من في المعين. يعني مثلا أعطيك مثال،
تقول أنا مطعم، أنا مطعم، تقول دجاج الشواية، لا تقدم دجاج الشواية للعميل إلا إذا كان ساخن. أقول لك ساخن يعني كيف ساخن؟ أعطيني درجة فهرنهايت كم عشان أعرف أقدمه ولا ما أقدمه. تقول إذا كان سخونته مثلا تقول 70 فهرنهايت قدمه. طيب ممتاز، أنا الآن بحط تايمر، التايمر إيش بيسوي؟ 70 دق الجرس عندي قدم، ما دقاش الجرس لا تقدم. إذا حنا نبدأ نحط من؟ نحط المؤشرات هنا. لذلك هذا الرمز بالنسبة لنا رمز جدا مهم، اسمه رمز الفحص، ولازم نحوله من رمز له علاقة بالأشخاص إلى رمز له علاقة بمن؟ بالتقنية. يعني مثلا أنا محمد العامري، نرجع مرة ثانية خلنا نثبت الموضوع، أنا بقدم إجازة طرارية من البيت، من البيت دخلت للموقع الإلكتروني، جيت طلب عندي اسمه طلب إجازة طرارية، جيت أفتح أبغى أسوي إجازة، أول ما جيت أفتح أقول طلب إجازة طلع لي عطل موجود، الرصيد فقط كم؟ 3 أيام. ليش يا حبيبي؟ المفروض سوي لي استثناء، ما عاد في واسطات، النظام فحص وجد أن لك كم باقي؟ 3 أيام بس، ما زعلش مننا، ما فيش استثناءات. هذا من؟ هذا شكل من؟ المعين. عندي شكل آخر اسمه شكل المثلث. شكل المثلث هو عملية فحص أصلا، لكنه له قرار بيد من؟ هذا القرار بيد المدير، الشخص المسؤول عن المهمة بيده. مثال على ذلك، رحت عند الموظف، الموظف قال لي يا أخي باقي لك 3 أيام، أنت حق لك تأخذ إجازة 3 أيام. حلو، قلت له وقع لي، كتب لي 3 أيام ووقع. أخذت الورقة رحت عند مديري، قال لي مديري أنا آسف ما أقدر أعطيك إجازة. قلت له ليش؟ قال لي طبيعة العمل نحتاجك، إحنا آسفين ما راح أقدر. هذا ماذا نسميه؟ هل هو فحص نظاما يجوز لي صح؟ لكن صاحب الصلاحية لم يسمح لي، إذا هو قرار إداري عند صاحب الصلاحية أعطاه السلطة إنه ما يسمح لي. إذا هذا ماذا؟ قرار. القرار لازم يكون ماله بشري، حتى في العملية تشوف حتى اليوم مع كل الذكاء الصناعي الموجود عندنا ما وصلناش إن الآلة تفكر من نفسها، لازم يكون عندنا من؟ قرار بشري. إذا هذا شكل قرار. طيب عندي شكل، شوفوا هذا إيش اسمه؟ فرز. كيف فرز؟ مين منكم شاف مرة البوابة حق الفندق اللي تيجي الدور كذا تدخل البوابة دي تسوي إيش يسمونه دي البوابة؟ يسمونه خلاط، عملية فرز. عشان ليش طيب الفنادق يحبونه؟ ليش الفنادق يحبون الباب ذا؟ ها؟ أنتم بتلاحظون شيء، خلنا أقول لكم شيء، أنتم بتلاحظون شيء، إذا كنتم ما حد يفتح ويقفل بقول أنتم تلاحظون، أول ما توقف السيارة في 6 واقفين عندك أصلاً، صح؟ فالمسألة مش مسألة إنه ما فيش أحد يفتح ويقفل. الباب دائماً أساعدكم، الباب دائماً سيكون قزاز. الباب هذا يعطي مهلة لرجل الأمن الموجود خلف الباب إنه يشوف الشخص هو داخل، وعنده زر ترى ممكن يسوي، ممكن يحبسك جوا، ممكن يوقف الباب يحبسك. فلو داخل واحد الآن حصل مضاربة برا، واحد داخل مخرب ودخل في الباب ذا اللي يدور، هو شو يسوي؟ تشك من عنده شوي، أنت محبوس، قزاز من كل مكان جيد، بس أنت محبوس، لاحظتم؟ بس ما يحبوش يقولوا للناس كذا، بس هي عملية اسمها عملية فرز. طيب انسوا الباب، انسوا الباب، عرفتوا الفكرة؟ انسوا الباب، نبغى نسوي فرز. بس إيش فرز؟ نسميه إحنا هنا في هذه العملية نسميه فرز إلكتروني. إيش الفرز الإلكتروني؟ في عندنا حاجة اسمها زخم، فلنقل عندنا الطلاب يشاركون في الرحلة، عندنا رحلة أعلننا عن رحلة في المدرسة، وعندنا الطلاب يشاركون مدرسة، المدرسة دي فيها كم طالب؟ فلنقل قلنا عدد الطلاب 2000 طالب في المدرسة، وهذا الطلاب قلنا لهم عندنا رحلة يا أولاد، من يحب يشارك؟ الـ2000 كلهم يبغوا يشاركوا صح؟ إحنا حاطين معايير اسمها معايير الفرز الإلكتروني. قلنا واحد لا يشارك في هذه الرحلة إلا طلاب الصف 11. إيش إحنا سوينا؟ إحنا برمجنا الجهاز، قلنا له لا تفتح إلا فقط الطلاب الكم؟ 11. 2، لا يشارك في هذه الرحلة طالب قد شارك في الرحلة السنة الماضية. رقم 3، لا يشارك في هذه الرحلة طالب ما فيش عنده موافقة من ولي أمره. جيد؟ رقم 4، ما يشارك في هذه الرحلة طالب ما عندوش يعني فحص طبي من من؟ من العيادة. كم شيء حطينا؟ 4. الطالب الآن بيجي، ما نتعبش نفوسنا نجلس نفرز ونشوف جاب ولي الأمر وافق ما وافقش، الموضوع سهل جدا. إيش بنسوي؟ سيدخل الطالب، شفتوا زي لما يسوي الطالب حجز طيران، يدخل الطالب جاء في فحص طبي خلص المرحلة ذي طق فرز، والده وافق خلصنا يا سلام. طيب بعدها الآن الطالب ذا في 11، يا سلام عليك ما شاء الله عليك، الطالب هذا الآن ما شاركش السنة الماضية، افتح له الصفحة كده. إحنا سوينا، نحن خفضنا الضغط علينا في عملية الفرز.
لاحظتم؟ إذا هنا يا ليت تكتب عليها هي عبارة عن عملية فرز آلي. آلي يعني كيف فرز آلي؟ يعني أتمتة، سميها أتمتة، أنك أنت تخفض الضغط عليك من خلال عملية الأتمتة. طيب إذا هذه عملية الفرز. عندي أيضا شيء آخر، عندي شيء اسمه قواعد البيانات والمعلومات. فلنقل أنا أريد الآن أبغى أدعو الناس لحضور دورة تدريبية لأولياء الأمور، فين حصل أرقام أولياء الأمور؟ حصلها في قاعدة معلومات. أين قاعدة معلومات؟ فعندي قاعدة معلومات دائما نرسمها بهذا الشكل، تسمى قاعدة معلومات وقاعدة بيانات. أيضا آخر شكل عندي، آخر شكل ما قبل الأخير معليش، شكل اسمه شكل التأخير. فلنقل إحنا المدرسة عندنا رحلة نبغى نسويها، هذه الرحلة تفترض أن لازم نكتب خطاب الوزارة عشان الوزارة يوافقوا علينا أن الرحلة خارج الدولة. فكتبنا خطاب الوزارة، هل نحن نتحكم في الوقت عشان الوزارة يوافقوا ولا لا؟ نتحكم صح؟ فنرمز لها برمز تأخير، إن هذا الشيء خرج من صلاحيتنا وراح لصلاحية أخرى ولا يصير موجود عندنا. طبعا انتبهوا بس النقطة سريعة جدا، في البداية لما نشتغل على شكل جزر، عارفين جزر إيش يعني جزر؟ يعني الابتدائية شغالة جزيرة، والروضة شغالة جزيرة، والمتوسطة شغالة جزيرة، والنشاط الطلابي شغال جزيرة، والنشاط شغال جزيرة. لما نيجي نرسم خرائط تدفقنا سيكثر عندنا ماذا؟ سيكثر عندنا التأخرات صح؟ يعني أنا أقول مثلا عندنا يا أخي نبغى نسوي حفل بس داخل معي الإرشاد، الإرشاد تكريم متفوقين، أنا خطبت حق الإرشاد بس حق الإرشاد ما رد علي، إذا حصل عندنا تأخير صح؟ لما نجي نسوي دليل إجرائي أول شيء عندنا نسويه كيف نتخلص من ماذا؟ من هذا السهم داخليا. وهذا يأتي دور الإدارة اللي اسمها الإدارة العليا. تذكروا لما أول يوم بدأت بالكراسي دور، مش قلت لكم الإدارة العليا عندها شيء اسمه حل المشاكل المزمنة. إدارة العليا تقول تعالوا يا إرشاد، تعالي حق النشاط، جلسوا معي هنا، ليش تأخر هذا الموضوع؟ أنت كتبت الخطاب ليش ما رديت عليه؟ قال والله لأنه هو ممتاز، خلنا نقول نفسي ولا إداري، يلا جلسوا سووا وحدوا لي الإجراء حتى توحد عندنا من الإجراءات. أما المشاكل الخارجية خارج المنظمة فهذا دور رئيس مجلس إدارة، يروح يجلس مع وزير التعليم يقول سرع لي في موضوع إجراءات داخل الإجازات عشان أخلص، سرع لي في موضوع الميزانية عشان أخلص. إذا عندنا دائما هدفنا الأساسي كيف نقضي على ذا التأخيرات. آخر واحد عندي شكل هذا عبارة عن من؟ انسوا الهاشتاج، هذا عبارة عن دائرة. إيش دائرة؟ أنا أكتب وخلصت الورقة، الآن أنا أكتب هنا خلصت الورقة، جيت خلصت الورقة إيش أسوي؟ جيت سويت دائرة صغيرة كذا وكتبت داخلها A1، يعني الورقة هذه كم؟ A1. رحت سويت الورقة جديدة A كم؟ A2. ها؟ A1 برضو A1. ليش؟ أصلا الكمبيوتر لما يطبع الكمبيوتر بيطبعها لك A1 عشان تلصقها على A1 عشان ما تضعش عليك، فمفروض تلصق دي فوق دي عشان تكمل. طيب سؤال، هل ذا الموضوع صعب؟ سهل، شربة موية. بس أقول لكم هدية اليوم، هذا حتى ذي لها برنامج إلكتروني يرسمها في ثواني، عشان ترسمها بدل ما تروح ترسمها في الوورد ولا ترسمها في الباوربوينت تأخذ منك وقت طويل جدا. في برنامج عندنا اسمه رسم من، برنامج اسمه برنامج من، هذا برنامج من مايكروسوفت عربي، موجود عربي، اسمه برنامج فيزو. هذا برنامج متخصص برسم الخرائط الذهنية، خرائط التدفق، خرائط الأعمال، هذا متخصص بها، يرسمها لك متى؟ في ثواني بسرعة. يعني أصلا أنت بترسمهاش، أصلا أنت راح تدخل إيش بتحصل؟ بتحصل هذه الأشكال موجودة، تسحب الشكل وتحطه وتكتب النص داخله بس. يعني أطول خارطة تدفق بتسويها بتسويها في دقيقتين. فعشان كده تقول لي نبغى نسوي دليل إجراءات، والله عملية صعبة. لا مش عملية صعبة، هي التدريب عليها يبغى له من؟ إنك تجربها مرة مرتين، بعد ثلاث خرائط تدفق تصير أنت رائع فيها. طب يلا يا محمد سوي قدامنا خارطة تدفق. قال ما سوي قدامك خارطة تدفق. سؤال، باقي في رموز؟ ما في عندنا رموز غيرها. هذه الرموز ماذا تسمى؟ تسمى الرموز القياسية. يجون بعض المهندسين، مهندسين بترول، مهندسين حاسب آلي، مهندسين كذا، في رموز ثانية إضافية تضاف، لكن هذه ماذا نسميها؟ نسميها الرموز القياسية. تفضل شيخنا. ما يجوز النظام، ما يجوز هذا الواقع. لحظة، أنا هذا واقع قبل عملية الأتمتة، قبل الأتمتة، بعد الأتمتة ما عاد في هذا الكلام. في حاجة أنك تروح ترجع مرة ثانية تغير السياسة، ولازم نرجع، هذا عمل إداري، لازم أرجع مرة ثانية للسياسة فوق وأقوم بعملية من طلب تغيير من من مجلس الإدارة فوق. السياسة أصلا مرصودة، واضح؟ فالمفروض عندنا أدلة عمل مرصودة ومعتمد عليها في هذه الأرقام الكمية.
يعني ما في عندي امكانيه اني اغير ارقام. اجي يقول لي معليش يا استاذ بلا زوده، يقول والله معليش انا اسف، روح غير لي من السياسه، لانه اللوحه هذه مش لوحه مدير تنفيذي، اللوحه هذه لوحه من فوق مجلس الاداره. لازم يدخل واحد عنده صلاحيه، وانت رجل حاسب، لازم يدخل واحد عنده صلاحيه، صلاحيه من مدير عام، مدير مجلس اداره، ويدخل ويدخل اللائحه ويروح هنا ويغير من عدد الايام المسموح. فنقول والله انا اقدر اسوي لك، بس والله ما مش بيدي صلاحيات، هذه صلاحيات في النظام، واضح؟ طبعا لو جاء المدير التنفيذي وسوى قرار انا ما عندي مشكله اغير له، بس لازم نغير. على فكره شفتوا المشكله ذي؟ انا عندي مشكلتي، انا عندي مؤسسه تقنيه معلومات تشتغل بموضوع الاتمته، عندي مشكلتين مع المدراء العرب خاصه في القطاع الحكومي. الاساس عندهم في القطاع الحكومي ارضي مديري، حلو، وذلك كل ما ابني لهم نظام مؤشرات ايش يقول لك؟ شوف شوف النظام حقك ذا حلو وجميل، بس بصراحه نظامك هذا ما ابغاه. تقول ليش؟ تعرف نظامك هذا ايش يسوي؟ تقول ليش؟ نظامك يقرا من النظام. الله، يعني كيف نظامك يقرا من النظام؟ يقول يعني انت تقول لو انه صدر الخطاب واخذ رقم وتاريخ انت تحسب لي معامله. تقول لي انا ما ابغاش زي كذا، انا ابغى تعطيني مربع فاضي وانا اكتب فيه كم الرقم اللي صدر عندنا اليوم. جيد؟ فهم انتجوا مثلا خمس معاملات، اتفاجئ انه ايش كاتب لي؟ 75. هذا ما صحيح، يعني خادع من؟ خادع من؟ تزييف هذا. النقطة الثانية يحبون كلمة اسمها الاستثناءات، ما يقولوش واسطة، ايش يقولوا؟ استثناءات، استثناءات. سموها كذا اسم لطيف. الأنظمة الإلكترونية ما تفهم. النظام الإلكتروني مشكلته الكمبيوتر ما يعرف. إلا إذا احنا جعلناه يصبح كمبيوتر استثنائي. زين؟ طيب جاهزين نبدأ؟ أنا بسوي قدامكم. عندي سؤال، عندي سؤال، تفضل، عندي سؤال سؤال. هل لازم أستخدم كل الرموز؟ الإجابة لا، حسب من؟ حسب احتياجي. تفضل دكتور. نعم، كل ما تجده الآن حولنا في عمل إلكتروني أو أتمتة شغال على ذا. أي شيء تجده يستخدم طريقة آلية شغال بذي. جاهزين أبدأ أسوي؟ عندي مشكلة، عندي مشكلة. شوفوا معايا، شوفوا معايا، شوفوا معايا. عندي مشكلة، إيش المشكلة؟ عندي رواد نشاط، عندي رواد نشاط، أنا شغال مدير مدرسة، عندي رائد نشاط. جاي رائد نشاط وقال لي يا أخي إيش إجراءات إن نسوي الرحلة، رحلة طلابية للطلاب، إيش إجراءاتها؟ إيش إجراءات مشاركة الطلاب في رحلة طلابية؟ قلت له شوف أنت كرائد نشاط لازم تعرف إن عندي إجراءات اسمها إجراءات مشاركة الطلاب في رحلة طلابية. شوفوا إجراءات مشاركة الطالب، ما تسوي زي ذي، أنت تستخدم رموز تناسبكم، هذه اسمها إجراءات، إجراءات مشاركة طالب في رحلة، رحلة طلابية. وحطيت كذا خط، ليش حطيت خط؟ عشان أقول عنوان ماله وحده. يلا إيش الإجراءات؟ قلت أنا عندي إجراءات بالشكل التالي. سلفوني كذا أقلام من عندكم صغيرة دي، هي خلاص خلاص عندي. قلت أول إجراء عندي، الإجراء رقم واحد، أول شيء عندي واحد، واحد عندي اعتماد، اعتماد الخطة. هل الخطة معتمدة ولا غير معتمدة؟ كيف نعرف إن اعتماد الرحلة، اعتماد الرحلة في الخطة، هل الرحلة معتمدة ولا غير معتمدة؟ كيف نعرف؟ عندي مدخل هنا موجود، إيش المدخل؟ المدخل اللي عندي الآن، وأرجو أن تلاحظوا إن السهم طالع من هنا هنا. معي إيش سويت؟ ها شوفوا خطة، خطة المدرسة. أنا الآن دخلت خطة مدرسة مدخل، دخلت عندي فين؟ دخلت عندي الآن في اعتماد الخطة. الآن عندي شيئين، هل الرحلة معتمدة ولا غير معتمدة؟ لكم أنتم للمساعدة سأستخدم معكم كم قلمين، أخضر معناه دربك أخضر، أحمر معناه أحمر، دي للمساعدة بس عشان تعرفوا معي. الآن اللي حصل معي هذا التدفق، جيت الآن وش قلت؟ معتمدة ولا غير معتمدة؟ إذا والله نعم لا مش معتمدة، غير معتمدة الخطة، لا غير معتمدة، إيش بقول لك؟ ارجع مرة ثانية إيش سوي؟ ارجع تأكد أن الخطة لن تكون معتمدة. إذا كانت الخطة معتمدة، يا سلام عليك ما شاء الله. الآن إذا كانت معتمدة ابدأ الآن قم بعملية الإعلان عن الخطة. فعندي مرحلة الآن اسمها مرحلة الإعلان، الإعلان عن الرحلة، إعلان عن الرحلة. طيب هل في عندنا نموذج في المدرسة الإعلان عن الرحلة؟ هذا قلت أنا اسمه A2، هذا عندي نعم في عندي نموذج اسمه نموذج D5، هذا نموذج شو هو؟ نموذج إعلان رحلة. طب بعد الإعلان عن الرحلة إيش عندي؟ بعد الإعلان عندي عن الرحلة في عندي أخذ موافقة، عندي الآن هنا أخذ موافقة أولياء الأمور.
ولي الأمر الآن موافق أكمل، ولي الأمر غير موافق ما راح أكمل، كيف بسوي إذا ولي الأمر ليس صاحب قرار، ولي الأمر مجرد من عنده عملية تدقيق، فقلت عندي الآن بالشيء موافق راح أكمل، إذا لا مش موافق ولي الأمر قال لا غير موافق، في هذه الحالة ماذا سيحصل معي؟ إذا غير موافق لا سيكون عندي الآن الاعتذار من الطالب، الاعتذار من الطالب، وهذا الطالب اللي اعتذرنا منه ماذا سنفعل؟ سنضيف الطالب عشان ما يزعلش مني، سأضيفه فين؟ قواعد معلومات المعتذر منهم، عشان مرة ثانية أخاطب ولي أمره ويجلس معه وأسأله ليش يا ولي الأمر ما خليتش ابنك يشارك، ويكون أحول الموضوع لإرشاد، أقول شفنا المشكلة هل هو رافض تماما ولا شيء نعالجه، فهذا بيروح عندي خريطة جديدة. طيب لا ولي الأمر وافق، وافق ما شاء الله عليه الله يجزيه كل خير، يعني وافق نعم، مفروض إيش نسوي الآن؟ بنعرض الآن الأسماء على من؟ على مدير مدرسة، عندي الآن العرض على مدير مدرسة، عرض قائمة الأسماء على مدير المدرسة. طب الآن العرض هذا كيف بيكون؟ في عندي نموذج ثاني اسمه نموذج دي، هذا نموذج اسمه نموذج دي 6، هذا اسمه من؟ كشف أسماء المرشحين. مدير المدرسة الآن إيش سوى مدير المدرسة؟ مدير المدرسة عندنا قرار، مدير المدرسة الآن اعتمد الأسماء، بنعلن عن من؟ إعلان، عندي الآن مرحلة اسمها الإعلان عن المشاركين، الإعلان عن الأسماء. طب لا مدير مدرسة ما اعتمد القائمة ماذا سيحصل معايا؟ إذا ما اعتمدش القائمة فأنا سأرجع مرة ثانية لا لم يعتمد، فعندي الآن الشيء التالي سأرجع مرة ثانية من الاعتذار للطالب، أقول والله إحنا آسفين اعتذرنا منك مش راح تروح معنا الرحلة، في واحد ثاني بيروح معنا الرحلة. الآن بهذه الطريقة صار عندي شيء اسمه دليل إجرائي، بس باقي شيء واحد، هذا الدليل الإجرائي يجب أن يزمن، نحط زمن كل مرحلة كم تأخذ وقت، ويجب أن نقوم بعملية توصيفه، بس هذا الدليل الإجرائي هكذا تكتب الأدلة الإجرائية. جاهزين نجرب؟ أبغى منكم الهدف المرحلة اللي أنتم كتبتوه تحولوني من الإجراءات باللغة الموجودة اللي هنا اسمها لغة من؟ لغة الآن التدفقات. فالآن الأخوات يعطونا الآن أوراق A0. دكتور محمد عامل مقام في جلسة بوية، كما تلاحظوا الزملاء الآن قام بإعداد خريطة تدفق، ما شاء الله ما شاء الله، إيش الشغل حلو ذا، إيش المجموعة القوية دي، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، لا لا ما شاء الله تبارك الله، الانترنت قوي هنا في الشبكة صح هنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا بالعكس أنا جدا سعيد بكم ما شاء الله تبارك الله، والله شغل حلو تعال حلو، بس شرحوا لي بس ترجموا لي تمام، وده درس يلا تفضل شرحوا لي تشرح لي الدرس، هو الدرس ده بيتكلم على تحليل المعادلة التربيعية، أنا هتكلم بالعربي. طيب المعادلة التربيعية أول حاجة إن إحنا بنشوف هل في بالعربي لا قول بالانجليزي بالانجليزي first is there a great common factor or not, if there a great common factor so we have to factor it the outside of parentheses and then we have to go there, if no so we have to ask ourselves is there a difference of squares, if yes so we need to factor using square roots, if no so we have three terms inside parentheses. So we have two steps now. If yes, we have to ask ourselves another question. Is A equal to 1 or not? If yes, we have to continue. So find two factors that multiply to get C and add to get B. And then we have to factor this again. شكرا شكرا لك شكرا ما شاء الله تبارك الله نعلقها بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على المجموعة القوية دي بهذا استخدام الخرائط الآن الخرائط متدفقة خرائط تدفق استخدام في عملية التعليم كما تلاحظ الزملاء بس مو لازم يكون في قرار النهاية ما لازم يكون في قرار هذا ضمن دورة مهارات التعلم النشط اللي تقدم حاليا في الكويت تقدمها عمل العامري وكما تلاحظوا الآن تفاعل كبير جدا من المشاركين مع خرائط تدفق وتفاعل كبير جدا مع إنجازاتها أي إجراءات تقوم بعملية عملية تنظيم من الإجراءات رائع أيضا ماذا استفدنا أسمع منكم سهلت قراءة الخطة جميل تحليل تفصيل الخطة رائع سهلت دليل الإجرائي رائع إذن بكرة ماذا سنفعل بكرة أول شيء عندنا كتابة الهدف وصناعة المؤشر
شكرا لكم كل الشكر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.